السلام عليكم مشاهدينا الافاضل، اهلا بكم في هذا العدد الجديد والموعد الرياضي على قناتكم الشروق الاخباريه. اليوم البرنامج سيكون ثريا بالاحداث الرياضيه المحليه وايضا الخارجيه. عندما نقول الخارجيه نقول مهزله الكاف بمنح شرف استضافه كاس امم افريقيا 2027 لثلاث بلدان، يعني بعيدة كل البعد عن الجاهزية فيما يخص البنى التحتية والملاعب. سنتطرق أيضا للحديث عن البطولة الوطنية وانهزام اتحاد الجزائر في مستهل المشوار بالهدف القاتل أمام نادي بارادو اليوم في ملعب الدار البيضاء. سنتحدث أيضا عن المدربين المحليين والقيمة الثابتة في الجزائر، لكن المعاملة بينهم وبين المدرب الأجنبي كالكيل بمكيالين. سيكون معنا مدرب كبير اليوم لديه باع في كرة القدم الجزائرية، ألقاب ومسيرة مميزة، وهذا المدرب سنكتشفه بعد قليل. مشاهدينا الأعزاء، نبدأ بالحديث عن كان 2025 وكان أيضا 2027. سنتحدث عن منح شرف استضافة كأس أمم إفريقيا لكينيا تنزانيا وأوغندا. نبدأ بالصورة الأولى مشاهدينا الأعزاء، وصورة رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي. كأس افريقيا 2027 في كينيا، اوغندا وتنزانيا، ملف بملعب واحد ومنتخبات تستقبل خارج بلدانها. مشاهدينا كانت هذه الصورة الأولى. لم يسبق لكينيا وتنزانيا وأوغندا تنظيم نهائيات كأس افريقيا لكرة القدم في تاريخهم، وهذه المرة الأولى التي تمنح لهم، هذه المرة على دفعة واحدة. هذه المنتخبات تستقبل خارج بلدانها بسبب عدم توفرها على ملاعب تستوفي شروط الكاف لاحتضان اللقاءات الدولية. وأبرز مثال على ذلك مشاهدينا الأعزاء استقبال المنتخب الأوغندي للمنتخب الوطني الجزائري في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 في الكاميرون وليس في أوغندا، نظرا لعدم الجاهزية ولمشاكل أخرى تحدث داخل هذه البلدان. منذ إقامة أول طبعة لكان 1957 لم يسبق أن نظمت البطولة القارية ثلاث بلدان مجتمعة، بينما احتضنت الغابون وغينيا الاستوائية استحقاقات أو استحقاق كان 2012 في آخر تنظيم ثنائي كان في تاريخ كأس أمم إفريقيا. مشاهدينا الأعزاء، نسخة كأس أمم إفريقيا 2027 كانت أو قبلها طبعة إثيوبيا 1976 آخر استحقاق لنهائيات كأس أمم إفريقيا يقام بمنطقة شرق القارة السمراء، يعني شرق القارة السمراء، وتضم أيضا البلدان الثلاثة المعنية بكأس أمم إفريقيا 2027. وسابقا مشاهدينا الأعزاء كما نعلم أعلنت كل من الجزائر والبنين ونيجيريا وزامبيا انسحابها من سباق تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025. مشاهدينا الأعزاء، والسؤال والإجابة أيضا بطبيعة الحال، لمن لم يفهم سبب انسحاب الجزائر هذه المعطيات ستمكنه من استيعاب هذه الخطوة. نلتقي بعد الفاصل. مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم من جديد في هذا الموعد الرياضي على قناه شروق نيوز. نستهل حديثنا بكان 2025 وخاصه كان 2027، ونرحب بضيوفنا الكرام. ياسين معلومي، اهلا وسهلا بك معنا على قناه شروق. مساء الخير ابراهيم، شكرا على الاستضافه. شكرا لك ياسين معلومي. نرحب ايضا بمدرب صالة وجلى في عديد الانديه الجزائريه، له باع كما قلنا سابقا عديد الالقاب والتتويجات، ومحترم
وذكي أيضا من كافة النواحي، من الناحية الانضباطية ومن الناحية التكتيكية. آخر المدربين الذين توجوا بلقب هذا الموسم وهو جزائري، عبد القادر عمراني، أهلا وسهلا بك معنا على قناة الشروق. أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة. مرحبا بك معنا عبد القادر عمراني، المدرب القدير على قناة الشروق الإخبارية. تفضل. سؤالي لعبد القادر عمراني، كنت نحسب قبيلة سي عبد القادر، لقيت دربت على الأقل 18 نادي يعني من القسم الوطني الأول، وتفاجأت أنك يعني دربت رجيم استغال منظن ولا الوداد، غالي معسكر، عديد الأندية. يعني هذه التجربة الكبيرة تاعك وش علمتك في آخر المطاف سعد قدر؟ ولي تعلمت منها كثير، علمت منها من ناحية المهنية شيء أكيد، وما زلنا نتعلمه رغم هذا المسار، نقوله ما زلنا نتعلمه صراحة يعني. ولكن عرفتني بالناس، عرفتني بالرجال، عرفتني بمدن وتقاليد تاع مدن، صح. يعني هذه الأشياء اللي ربما يقعدوا في الذاكره يعني. طبعا ومن ناحية رياضية نظن باللي عشت ايام نجم نقول لك ديو ديبا دي، ولكن كانت يعني ايام مليحه. اليوم راك عميد المدربين، انت ربما احد اقدم ولا اقدم المدربين اللي مازالوا يشتغلوا في المحترف الاول. اكيد اكيد، نظن اللي بقوا معايا نجم نتكلم على مشارف ربما الجينيراسيون تاعنا، هذا هو اللي بقى، غير هو نظن. ما انتوا بو علم بقاكم انتوا الاقدم في ايش المعلومه؟ نقدر نروح انا من الاستديو هلا صوت اخذت مكاني في الاسئله. ياسين يا معلومي بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الاعزاء، الحدث هو كان 2027، كينيا اوغندا وتنزانيا ينالون شرف تنظيم هذه الكأس بملف واحد كما قلنا، بمنتخبات أيضا تستقبل خارج بلدانها. وضربنا المثل أيضا بالمباراة الأخيرة بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره الأوغندي، وكان استقبال الأوغنديين الجزائريين ليس في أوغندا بل بالكاميرون. ياسين معلومي، ماذا حدث في أروقة الكاف؟ والجزائر كانت تدري مسبقا وانسحبنا من هذه أسميها مسرحية بكل صراحة. تسميها مسرحية، أنا أسميها مهزلة. مهزلة أكثر قوة من مسرحية. لماذا؟ لأنه أنا أتذكر في شهر أكتوبر نظن 12 ولا 13 أكتوبر السنة الماضية، كان الزميل حبيبنا يزيد وهيب كان كتب مقال في يومية الوطن، قال باللي احتضان كأس إفريقيا 2025 راح يكون للمغرب، استنادا إلى معطيات مؤكدة مقربة من المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. والناس هذاك الوقت لما مد المعلومة كانت فيه انتقادات لاذعة، كيفاش يمد كيما، ولكن كانت مطبوخة، فهمت؟ الطبخة كانت كما يقول لك مطبوخة هذاك الوقت، عرفوا كيفاش يقنعوا أعضاء المكتب التنفيذي باش يفوطيو عليهم. احنا أنا حاجة اللي لازم نقولها اليوم، لازم نشكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم اللي اتخذ القرار في الوقت المناسب، لانه اليوم احنا عارفين باللي راح ندخلوا الى معركه وحنا رانا منهزمين. اليوم انتم يا الاتحاد الافريقي لكره القدم وانت يا موتسيبي اللي جيت للجزائر، واليوم هذه الجزائر على الاقل السنه الماضيه فقط ولا السنتين الماضيتين درنا العاب البحر الابيض المتوسط، درنا كاس افريقيا للاعبين المحليين، درنا كاس افريقيا لاقل من 17 سنه، كل الأندية الإفريقية اللي كانت تجي تلعب هنا في الجزائر، نادي اتحاد الجزائر دا كاس إفريقيا، شباب الوزداد كما يقول لك ربع نهائي في رابطة الأبطال، كل المعطيات توحي أن الجزائر اليوم عندها إمكانيات باش تحتضن أي منافسة بعيدا عن كاس إفريقيا. أنا ما نظنش يعني ثلث بلدان كينيا أوغندا وتنزانيا عندهم نفس الإمكانيات، خاصة إذا اليوم نسمع موتسيبي يقول لأنه بعض الدول يعني اللي انسحبت الجزائر زومبيا والسنغال ونيجيريا لانها اسمها باش تدافع على الملف المغربي. جو سوي ديزولي مسيو موتسيبي، لا احنا ما انسحبناش باش نخلو الفرصه للمغرب باش يدو، الله يسهل يدو واش يحبوا. ولكن لما نسمع انا عندي واحد معلومه يقول لك انه شركه المانيه هي اللي كانت تتريتي في لي دوسي، هل الشركه الالمانيه هذه، هذه الشركه الالمانيه هذه يعني تمد كاس افريقيا 2027 الكينيا واوغندا وتنزانيا وهي ما عندهاش ملاعب؟ حبيت نفهم فقط، انا حبيت نفهم اليوم المعطيات الموجوده في القاره الافريقيه
ما عندها كما نقول لك لا تستند الى اي اساس. وزيد حاجه واحده، اليوم الاتحاد الافريقي لكره القدم اصبح دميه في يد الاتحاد الدولي لكره القدم، لانه الفيفا اليوم والحاجه اللي تسحقها من لاكاف حاجه واحده برك باش تفوطي عليهم، لانه حنا في افريقيا عندنا 54 بلد في يوم الانتخابات اسمو ان كار دي فوتون هما من لافريك. اليوم هم يستعملوا في القاره الافريقيه وهما هم يديسيديو. اليوم حنا دينا ان ديسيجن الرئيس الجديد للاتحاد والسلطات داو قرار، عندنا اهتمامات وانشغالات اخرى بعيد. انت حبيتوا ديروا كاس افريقيا ديروا كاس افريقيا، ولكن حاجه واحده انك بالك فقط في 2027 ولا في اي سنه تقولوا بلي ما عندناش اللي يدير خطر. انا راني متاكد بلي هاد البلدان في ثلاثه ما عندهمش الامكانيات. وانا حاجه نظن نكون متاكد منها ان باين بلي كاين احدى الصفقات ندارت في المكتب التنفيذي، لانه مستحيل على الاقل سيدي ما كانش الجزائر كان السنغال. اليوم لما تشوف المنتخب السنغالي بالنتائج اللي هو يدير فيها بواش عنده، انا كنت نقرا على الاقل عنده ملاعب عنده كذا. منتخب مثلا السنغال ما ديش كاس افريقيا وتمدها لهذا الثلاثي كينيا واوغندا وتنزانيا، معناها راك تقزم في المنافسه هذه. صحيح. الناس المنافسه هذه ديرها على الاقل بور بروموسيون دي فوتبول افريكان. لا لا لا، مثلا اليوم مثلا اسمه كوت ديفوار، انا قلتها لك وقال اسمه اللي فاتت، جابوا اسمه ديدي اسمه دروكبا توري داروهم دي زامباسادور باش يطلعوا على الاقل هذه المنافسه. وانت اليوم هذه المنافسه البلد هذا هما شافوا على الاقل الصور اللي مديناها على الاقل في كاس افريقيا الاخيره. ياسين معلومي كان يقول سابقا بانه الاتحاد الافريقي لكره القدم معروف انه مقره في القاهره، كان يقول بانه هاني ابو ريده سابقا كان يتحكم في دواليب الكاف والقرارات من هنا ومن هناك. لا ترى الان انه صحيح المقر في القاهره لكن روح الاتحاد الافريقي والقرارات تخرج كلها من بلد اخر، واختطف الاتحاد الافريقي، القرارات اختطفت ايضا بكل صراحه. شوف. لانه ما حدث اليوم يا ياسين يا معلومي تمنح شرف تنظيم كاس امم افريقيا لثلاث بلدان في افريقيا، ونحن نعرف الصعوبات التنقل من بلد افريقي الى بلد اخر ليس كاوروبا. فهذه مهزله كما وصفتها يا ياسين. لا شوف، هي ونزيدوا حاجه واحده فقط. يوم هذه المنافسه واش رانا نستنوا فيها؟ الاتحاد الافريقي لكره القدم تهمه حاجه في المنافسه هذه، يدخل الاموال فقط. اليوم انا نقول لك حاجه، 24 منتخب هم حابين لو كان يردوها 600 منتخب، هما يحوشوا غير الاموال فقط. هما ماذا بهم لو كان النهائيات تكون على 54 منتخب يديروها كما كاس العالم. كاس العالم الناس كانت تلعبها وين كنت مثلا تدي لي ميور ناسيون او موند ان 82، وحنا لي دو ميور ناسيون مثلا قال الجزائر والكامرون، قال باغ هما جيتي الميور. اليوم كي تدي 48 منتخب تولي النتائج بعد اسمه شيخ 14-0 8-1، مش يعني كاس العالم مش هي اليوم كاس العالم وكاس افريقيا مش هي لاكريم تاع الفوتبول. منطقيا لاكريم تاع الفوتبول تدي المنتخبات. نعم. على الاقل المستوى الاول والمستوى الثاني. نعم. عبد القادر ايضا عمراني معنا ياسين معلومي في الاستوديو، لعب في ملعب وهران الجديد وصال وجال في كل الملاعب، ملعب براقي وفي انتظار ايضا ملعب تيزي وزو، ملعب دويره ايضا، يعني تعرف عبد القادر عمراني جاهزيه الجزائر من حيث المنشات الرياضيه والملاعب، هل معقول ان يمنح شرف تنظيم الكان لثلاث بلدان غير جاهزه تماما؟ والله واحد يستغرب. صحيح الكلام اللي قاله ياسين باللي عبر على كل شيء وتكلم على كل شيء. قبيش عليك الملاعب اللي موجودين في بلادنا مازال ما شفتهمش. انا سي فري كنت شفت ملاعب في مصر بمستوى عالي، حتى في المغرب في ملاعب، ولكن السنين الاخيره هذه كنت تشوف ملعب ميلود هدفي ولا ملعب براقي ولا ملعب حتى قسنطينه، ملعب عنابه، تيزي وزو ايضا، تيزي وزو اللي مازال ما انحلش. بونسكو رانا بعاد كل البعد على البلدان هذو من الناحية التنظيمية، والدليل على ذلك الشيء اللي قالوا ياسين في المقابلة في الكوب دافريك تاع موان دي سيتون، كاس فريق المحلية، الملعب العرب المتوسط. صحيح. يعني. صحيح. والمشكل أن موتشيبي جاء إلى الجزائر ياسين معلومي في العديد من المناسبات ومنح وعود، يعني هذه الوعود ليست من فراغ، لأنه حتى إن كان في الجزائر وحل بالجزائر شاف ياسين معلومي الملاعب. شوف موتسيبي لما كان في الجزائر شاف لقاء في عنابه، جاب طائره وجا شاف لقاء في اسمه في براقي، معناها اليوم الجزائر فيها على الاقل 43 مطار نظن، ولا الفنادق موجوده بكثره. يعني والفنادق لما جات لا كوميسيون تاع لاكاف
سيدي زوتيل ما كاش، الملاعب عندك، الميادين تاع التدريب عندك، كل حاجه عندك، حتى السياحه وعندك، شفناهم في قسنطينه، شفناهم في عنابه، شفناهم في وهران، شفناهم في كذا، يعني كل يعني كل حاجه. احنا اليوم مش احنا اليوم الاقصاء هذا مش لان احنا ما عندنا والو، لا الاقصاء لعبه كواليس، لعبه كواليس هو ممنهج ممنهج. وانا نزيد نقول لك حاجه، كي تبقى هكذا، انا في رايي ما عدا ربما 4 إلى 5 بلدان في إفريقيا، صعب جدا صعب جدا أنه بعض البلدان واحدة أخرى تدير هذه المنافسة. شوف أنا حضرت على الأقل 5 أو 6 كؤوس إفريقيا. أنا نقول لك حاجة، شفنا مصر، شفنا الغانا، شفنا مالي، شفنا شفنا شوف بعض البلدان، بعض البلدان كنا نروحوا لكأس إفريقيا ما عندهمش مام با الطريق بالقدر، صح. كنا كاين دي كاين، كنا نروحوا لدي زوتيل الماء يجي 6 سوايع ويحبس واسمه 6 سوايع، روحنا دي بي وانتريسيتي يجي صباح وتروح عشية. شفنا يعني كانت كوارث هكذا ودو كاس إفريقيا. اليوم احنا البلد هذا اللي متواجدين على الأقل 45 دقيقة من مثلا من إسبانيا، ساعة من فرنسا، واسمه دوزون من البرتغال، يعني احنا رانا على يعني عندنا كل الإمكانيات ومتواجدين يعني يسمحنا للسونتر، احنا البوابة. نعم، وهذا ما يؤكد بأنه قرار الجزائر كان حكيما. يا ياسين معلومي، مشاهدينا الأعزاء، نواصل الحديث عن لعبة الكواليس وما حدث اليوم في أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومعنا الإعلامي يزيد وهيب كما يلقب بالإعلامي الموسوعة. يزيد وهيب، أهلا وسهلا بك معنا على قناة الشروق. أهلا، مساء الخير إبراهيم، مساء الخير سي عبد القادر، مساء الخير أخي ياسين، حيكم ونقدم لكم تهاني تاعي لمناسبة المولود المبارك اليوم. هو إلا كوانسيدي مع القرار هذا تاع لاكاف، ورانا ندورو في حلقة فارغة سي إبراهيم خويا، فارغة، لأن ما قدرناش في السنوات الأخيرة نحكموا الخيط صحيح. اليوم رانا نهضروا الكاف دارت كاف لعبت المغرب والقجاع، هذا ماشي جديد علينا، لكن حاجه اللي تغيض هو ان الناس اللي كانوا يقولوا الكلام صواب الحقيقه ما سمعوهمش، سمعوا الاشياء التافهه. حساك الجزائر تنظم لكوب دافريك بمن؟ بلي لي فو كونسيي اللي كانوا يكونسييو لي ريسبونساب دو لا فيدراسيون، يقولوا روحوا دخلوا في انتخابات، حنا نجوزوكم نعرفوا الناس. هاد الاشخاص هادو ما يقدروش يقنعوا رئيس نادي تاع الولايه المحترم، ما يقدروش يقنعوه، قدروا باش يقنعوا يغلطوا رؤساء اتحاديه، رؤساء اللي جازوا على الاتحاديه، دخلوا في المعركه وحنا نقدروا. شوف هاد المحاكيه تاع لاكاف وتاع موتسيبي، نسمح بتسمع نهار موتسيبي جا المره الاولى للجزائر، قلناها في لي بلاطو تاع الزملاء كنا معاهم، دار الخطاب تاعو الاول انتيك اون لوكيسيون كي الحق هنا للجزائر، قدامو جاهد زفزاف بريزيدون دو لا فيدراسيون، ما قدرش يذكر اسم جاهد زفزاف هكذا، قال لهم ماي فراند زميلي، هذاك زميلك هذاك عنده اسم رئيس اتحادية، ما خلاش يذكر اسمه لان ما خداش الوقت باش يسقسي ويشد لو نون تاعو. هذا السيد هذا موتسيبي خلاص نفرغ منه دوميان، انا بنا من الاول، لكن كي جا هنا حاطوا به الناس مسؤولين تاع اللي كانوا في لجنة التنظيم، لبسوا له برنوس، ضحكوا معاه لانيفرسير الكادوات، كم سيك هذاك الشيء راح يجيب لهم لاكوب دافريك. شوف ابراهيم خويا، شوف نعطيك مثال، احنا اليوم بيسكنا نقولوا كيف لاكاف عطات لورغانيزاسيون تاع لاكوب دافريك 2027 لثلاث بلدان اللي ذكرتهم انتايا ابراهيم خويا. في 2010 الفيفا مدت المكتب التنفيذي تاع الفيفا صوت على لا كونديداتور تاع قطر. كي تقارن تاع قطر مع المنافس تاعهم الولايات المتحده، كما يقولوا باللغه الاجنبيه يا با فوتو، هذوك عندهم تاريخ كبير، عندهم اكثر من قطر، لكن قطر ربحت فازت
بالorganisation de la Coupe du Monde 2022 علاه فازت بالمنشآت تاعها صح منشآت تاعها كبار كبار دارت كوب دي موند كبيرة لكن أنايا قناعتي كاين راجل واحد هو اللي سمح لقطر تفوز بتنظيم كأس العالم واسمه محمد بن همام محمد بن همام هم اليوم القضاء الأوروبي راهو حب يقاضيه راه رفض عليه التهمة حنا هذا الأمر هذا لو فاكتور هيومان هذا اللي خسرنا منشآت كاين هنا في البلاد كاين ملعب جديد كاين كلش ولكن خصنا شكون يدافع عن الدوسي تاعنا لان هنا المسؤولين في الاتحاديه قاعدين يضربوا بيناتهم اللي يجي يحوز الناس اللي كانوا سابقينه في الكوميسيون تاع لا كاف ولا تاع لا فيفا ما عندناش نقولوها ما عندناش رجال اللي عندهم لا ستاتور باش يقدروا يقاوموا ويدافعوا على مسرح الكرة الجزائرية في الإكزيكيتيف تاع لاكاف هما اليوم دوك تقول إبراهيم خويا مدوا لا كوب دافريك تاع 2027 لا تنزاني لوغندا والكينيا يا إبراهيم خويا هاي لاكاف راهي تخدم كيما كانت تخدم هنا لا فيدراسيون تاعنا ولي ليغ راهي عارف تاع القانون تاعها شوف نقول لك برك روح طلع لي ستاتيو تاع لاكاف اللي داروهم 12 سبتمبر 2021 درهم في المغرب واش تقول المادة 21 تحت لي ستاتي تقول بلي لو كوميتي اكزيكوتيف هو ديزيني لو بي اورغانيزاتور تاع لو تورنوا فينال وينتق به 6 سنين قبل هذيك المنافسة معناتها اليوم كان لازم باش المغرب تنظم كاس افريقيا 25 مغرب ولا بلد اخر ولا بلدان اخرى كان لازم ينطقوا في 2019 القانون هذا الماده 21 طالع عليها وتسيبها لان نكذب عليك ما عندهمش الدروا اليوم يمدوا لا كوب دافريك 2025 كونيون 2023 قانون تاعهم اللي داروه هما اللي مسيني عليه موتسيبي وفيرون لو 12 سبتمبر في الاستاتي تاعهم سيمو يقول 6 سنين الى اليوم هما صوتوا لازم لهم 6 سنين يمدها رانا 23 يمدها لهم 29 هذه حاجة الحاجة الثانية نهار جا موتسيبي هنا إبراهيم أتذكر كان في الحصص اللي كنا كل تواضع جزنا في بعض الحصص الرياضية عند زملاء في البلاطو هذه قلنا موتسيبي هذا راه يتمسخر بينا صحيح علاه إبراهيم نهار جا هنايا كانت كوينسيد هذيك لابيرود جيست مع نحاول لورغانيزاسيون تاع لا كوب دافريك 25 نحاولها لا غيني قالوا دوك نعاودوا نديروا ان ابيل كونديداتور جديد كي سقساوه الصحفيين هنا وسقساوه في افريقيا كي كان يصولوا يجوا قالوا له كاس افريقيا شكون راح ينظمها واش قال قالوا ما نتمنى ان قاره او منطقه من القاره تاعنا اللي مازال ما نظمتش كاس افريقيا للامم هي اللي تكون عندها الفضل باش تنظم لا كوب دافريك قالوا له واش واش من المنطقه هذه قالوا من المنطقه تاع لا سونتر است لا زون سونتر است اللي تضم 11 بلد ضم 11 بلد هذاك البلدان هذيك فيها الكينيا فيها لا تنزاني فيها لوغندا وفيها ليثيوبي هذا رئيس الكونفدرالية ما يعرفش تاريخ تاع الكونفدرالية وتاع كاس أمم إفريقيا لأن في 1968 بالك هو تما ما كانش عارف شنو هو البارو إثيوبيا نظمت هي التي نظمت كاس أفريقيا اللي حضرت فيها الجزائر 68 اليوم هاد الناس هادو كانت باينة واش راحين يديروا كانت باينة كما قال لك تذكرك من قبيلة ياسين 12 أكتوبر تاع العام اللي فات مش اكتوبر مش بعد اكتوبر ابواب تاعو عام قلنا بلي عندنا معلومات دقيقه ومؤكده بلي لا كونفدراسيون تفهموا اوفيسيوزمون ما تاوش اوفيسيالمون ما نتقوش بها ما يقدروش قالوا بلي المغرب هو اللي نظم كاس افريقيا
نعم يزيد نايب، ماذا عن قرار الاتحاد الجزائري لكرة القدم بسحب ملفي ترشح 2025 و2027 24 ساعة قبل الإعلان؟ كيف قرأت هذا القرار؟ شوف إبراهيم ما نكذبش عليك، أنا ما رانيش في السكري ديديو باش نقول لك، أنا نقول بلي هذا القرار هذا كان لازم يتاخذ عندها أشهر، إلا الناس كانت عندهم قناعة بلي صح اللعب كانت تلعب الماتش تلعب. انت هاد الناس هادو ما كانش فيهم الروح الرياضية، كيفاه انت البلدان يتنافسوا بكرة رياضية، كل واحد يحط الدوسي تاعو، كاين واحد يفوز واحد ما يفوز، هذه ما فيهاش مشكل، كي تدخل في منافسة تقدر تربح تقدر تخسر، ولكن واش عملت لاكاف قبل ما مدت رولونسات الو تفضل يا زيد وهيب تفضل. قبل ما رولونسات لا كونديداتور بعد ما سحبت هي كانت مدت المغرب مدت الضمانات، قال لهم انتم رايحين تنظموا 25، كنا حتىك ننبحوا عندها عام وحنا ننبحوا في البلاطوات في المقالات نقولوا بلي حسمت مقابله حسمت، لكن لا غلب هنايا مازال الناس يقولون عندها 3 ايام وعند السيد يقول مازال يقول الولي سعدي يقول واصنع ما تخافش مين الفوم بيطون مين الصحيح وذكو عايشين بهذا المستوى هذا يا الجزائر ما تجيش تفرد راسها في لاكاف ما تجيش تفرد راسها. وعند انا نقول باللي اليوم تاخرت الاتحاديه تاخرت باش تاخذ هذا القرار، لان اللعبه هذه القادره هذه حشاك ماهيش مليحه، لاكاف ما كانش من حقها خويا، الا عندهم ملف خير اعطيه لهم ما فيهاش مشكل، ولكن اصدر القرار في وقته وفي بعض اجراءات واضحه على كاع الناس. قلت ياسين مقبله باش يغطوا القرار هذا راح يجيب شركه، قال احنا جبنا شركه المانيه هذه تروح دير هذا اللي يكون تعس وتنوطي، ومن بعد يجيب لك شركه افريقيه وشركه مليح. هو كان خذا القرار، كاين بروبليم هنا سي تان ديلي دينيسي، كانوا على بالهم باللي راح نعطوها للمروك وخلاو كانوا يطمعوا فينا. هنا لو كان عندنا مسؤولين في الاتحاديه كان عندهم مستوى كانوا يقولوا له حبس من اللعب تاعك انت سي محمد. هنا يطرح المشكل تاع الغياب تاع التمثيل تاعنا في الكونفدراليه، لان كنا والمصالح الشخصيه ايضا يزيد وهيب بكل صراحه مصالح شخصيه يا ابني. واش مصالح يا ابراهيم خويا؟ واش مصالح الناس هادو اللي شوف شوف اللي يجي هو يرسل لاكاف يقولوا لي هذوك الجزائريين اللي سبقوني، هذه ما تشوفهاش في الاتحاديات الافريقيه، ما من اللي ما يتفاهموش ما يديرلوش هذه السينما هذه، يقولوا يكتب له يراسل ويقول له نحي هذاك الفرد نحيه، وحنا كنا على علم وقلناها من في البلاطو تاعكم على شرف الدين عماره كي الاتحاديه راسلت لاكاف قال له نحيوه يوم يقبل لكش انت يا عنده لو بوفوار ديسكريسيون يقول البريزيدون تاع لاكاف يقول لك هذا ما نحيش الى استماع بلي هذا عنده كفاءه ويعاون لاكاف. زادت صارت دوره تروفوا فوق البج. لذا شوف الشيء الاول هو يعاودوا ينظموا هاد الاتحاديه وباش يديروا باش يدخلوا لاكاف يديروا بروجي روح ياخذوا كفاءات يعاونوا الناس باش يدخلوا، لان كاين كفاءات عايشين هنا في الجزائر وكاينين جزائريين عايشين في الخارج ومعروفين ومحترمين على المستوى الكاف وعلى المستوى الفيفا. نعم ولكن هنا ما عندهمش هاد الناس تقول انت ما عندهمش حق باش يقدروا يمثلوا الجزائر. نعم. قاعدين هنا انا نقول لك ويحبسوا هاد المسؤولين يحبسوا يسمعوا هاد الاشخاص هادو اللي يجوا يعطوهم هاد النصائح دخل نديوك لا فيفا ونديروك ليه موتسيبي صاحبنا، قالوا موتسيبي صاحبنا قالوا هذا كيرون فونتينو احنا اللي درناه. وشوف ابراهيم هذا موتسيبي عنده واحد 4 شهور في ندوه صحفيه في بلاده طرح واحد الجورناليست سيد افريكا يعرفوا ياسين صاحبنا هذاك جليسون هو اللي حكم رويترز هذيك لاجونس رويترز في الطرف هذا الافريقي هذا هنا. قال واش معقد انت راك رئيس لا كونفدراسيون؟ قال واش راك دير؟
قال له رحت انت لاكاف ملي طلعت ايلو رحت وقيلا مرتين. قال له ما راكش لاكاف واش راك دير؟ قال له انا عندي 4000 خدام في الشركه تاعي ما عنديش الوقت باش نضيعوا على الفوتبول. قال له انايا جابوني ونصبوني تما جابوني ونصبوني. اليوم راه سيد لاتي يدخل ينخرط في الحمله الانتخابيه اللي راهي جايه في بلاده في جنوب افريقيا. الناس هادو اش راك دير؟ شوف ابراهيم كاين صحفيين افارقه هم ناداو في هذا الاسبوع هذا كيفاش يقولوا يقطعوا ما يدومونديوش لي زاكريديتاسيون تاعهم بور لا كان 2023 في العام 2024 في الكوت ديفوار. على سبب قال لهم لازم لا فيفا تخرج من لاكاف لان لاكاف هي مسيره من طرف لافيفا. لافيفا راهي تسير صحيح. هذوك يجيو نيغوسيو لي دروا تاع لي كونترا دو سبونسورين تيليفزيون هما اللي نيغوسيو القرارات هما اللي ياخذوهم الفيفا. هذه سيت اون كونفيدراسيون اللي سوفرين انديبوندونت. لافيفا ما تقدرش تدخل روحها مع لا كونفيدراسيون اجاتيك لا كونفيدراسيون واسمها اوروبيان سيد امريكا ما تقدرش ولكن مع لافريك نعم مازال الاستعمار الجديد هذا مازال عندنا. هم الناس تهي تطلب تحرير لاكاف من الهيمنه تاع انفونتينو وصحابه. وحنا اليوم رانا متفرجين حنا في لازون تاعنا ما عندناش بلاصه. 5 اتحاديات في لازون تاعنا ما عندناش بلاصه مع الخمسه هذو. نعم ورايحين نقعدوا هذا واضح. نعم هذا مكان وعمل كبير ينتظر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي. شكرا جزيلا لك يا زيد وهيب كنت معنا عبر خدمة الهاتف. ياسين معلومي تقريبا قال كل شيء يا زيد وهيب وخاصة فيما يتعلق بباتريس موتسيبي. زار الجزائر في العديد من المناسبات كما قلنا والنتائج نتائج كونه رجل سياسي أكثر منه رجل كرة القدم راهي واضحة حاليا أمامنا. هو كان كل شوف أي بلد يروح ليه يقولوا أنتم بلد تاع كرة القدم وأنتم تنجموا تنظموا. قال في الجزائر قال في المغرب قال في مصر قال وين يروح يقول هذا هو الديسكو تاعو. الديسكو تاعو هو كيفاش يقنع الناس باش يخلوه ربما في المنصب تاعو ولا. ولكن لما تجي اسمه في الحقيقة هو ما يدي أوكين ديسيزيون يعني القرارات المهمة هو ما يديهاش خاصة لما تكون مثلا يمنحوا كاس افريقيا ولا وخاصة في التحكيم لما نشوفوا واش هو يصرى في التحكيم الافريقي هو بعيد على التحكيم الافريقي. حتى الناس شوف دايرين لوبي على التحكيم. وانا دائما كنت نقول لك هنا يا ابراهيم التصريحات اللي كان يطلقها جمال بالماضي على التحكيم الافريقي راح تولي لنا دائما بالكونترير دائما كل من تتدرى عليهم وما يزيدوا يطيحوا لك. اليوم هذه المنظومة هي اليوم المنظومة في لاكاف منظومة فاسدة. انا نقول لك حاجة شوف كان في وقت عيسى حياته بالك شوية هاك وقت عيسى حياته كان ما يخليش الفيفا تدخل. عيسى حياته كان يتضارب مع الفيفا وكانت لديه ايضا مشاكل مع الفيفا بسبب هذه لا مشاكل كبيرة مع الفيفا لما راح هو ومن بعد جاء احمد وزاد جاء هذا. حتى هذا هو كما قال لك اسمه يزيد قال لك ما عندوش يعني يجي يخمم كيفية التطوير مركز في كرة القدم لا هو يعني كيفية تطوير كرة القدم ماهوش يخمم هو ويخمم اولا الخدمه تاعو والشغل تاعو ويزيد يخمم من الناحيه السياسيه. حتى انه بعض الناس تقول لك رايح للامانه العامه للحزب الكبير واسمه في جنوب افريقيا يعني ما عندوش يعني ميولات نقول لك واسمه في الكره. وانا شوف وانا نتنبأ لا ولكن ما نظنش يزيد عهده واسمه وحده اخرى. ما نظنش اليوم في افريقيا لازم يبحثوا على وحده اخرى يكون كما هو. ما نجموش يجيبوا واحد مثلا اللي تكون عنده مثلا يدي لي ديسيزيون والقرارات. وحنا نعم خلينا موتسيبي نتحدث على وليد صادي لانه عمل كبير جدا وورشات مفتوحه ستكون امام وليد صادي. اليوم وليد صادي قام بزياره لملعب نيلسون مانديلا بالراقي. لدينا صور هذه الزياره نشرتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على حسابها في الفيسبوك. وليد صادي كان مرفوقا ببعثة زارت ملعب براقي وأيضا ملعب الملحق لملعب نيلسون مانديلا ومنح التعليمات كما يظهر في هذه الصور. عبد القادر عمراني تعرف وليد صادي جيدا يعني
في ظل المشاكل التي تحدثنا عنها وما حدث اليوم أيضا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومنح شرف تنظيم الكان لبلدان غير جاهزة تماما ومقارنة بالجزائر بعيدة جدا في المنشآت الرياضية، عمل جبار ينتظر وليد صادي في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. أكيد نظن باللي الشيء اللي نجم نتكلم باسكو كانت لي فرصة وتحدثنا كثير قبل الانتخابات هذو معاه، نظن باللي يكسب ديجا تجربة، كان فات على الاتحادية عنده فكرة، يعني سمعت له عدة مرات كيتكلم، عنده أفكار تاعه وحاب يحطها في الميدان، ونظن باللي طموحاته كبيرة ساسير سرتام، يلزم كما قال هو قال حاجة مليحة كيت لي زابورتون، تلزم كاع الناس تعاونوا، هذا هو الشيء المهم. ويدي تبقى ممدودة للجميع، قال أكيد مرحبا أكيد لكل من هو قادر على تقديم أكيد الإضافة. هذا الشيء اللي ينقصنا احنا اكتوالمون، تبري يعني المشكل تاعنا وهذا يتيري على هذا، هذا هو المشكل تاعنا في بلادنا. صحيح اللي تروح هذه العقلية نقدر ندور، بس كاين الكفاءات. شوف إبراهيم كاين الكفاءات، قرار الانسحاب مثلا، أنا معلومة ربما مؤكدة أنه قرار الانسحاب وليد صادي في الفترة الأولى نقول لك ربما عنده واحد سنة ولا كان هو كان يخمم بالطريقة اللي لازم ننسحبه من كاس افريقيا 2025، لان الامور كانت محسومه. واللي مد الخبر يعني اللي مد الخبر هما بعض اعضاء المكتب التنفيذي، هما اللي مدوا هما اللي سربوا الاخبار باللي راهي محسومه. كي نقول لك محسومه معناها الناس في المكتب التنفيذي كلهم اتفقوا على كلمه واحده انه 2025 هذيك وين راح تروح، معناها احنا كانت عندنا المعلومه ما نجموش ندخلوا للميدان وحنا خاسرين. اي وتمنى نقول لك حاجه، واليوم لا ديسيجن اللي ديناها سي لا ديسيجن لا بلو، نقول لك لا بلو جوست، هذه جوست انك اليوم تدخل انتخابات وانت واسمو خاسر. وحنا على الاقل في الفتره هذه 25 27 ربما، احنا المهمه تاعنا الاولى هي انه لازم رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم الجديد هو لازم يدخل للمكتب التنفيذي دون دو زون جو بونس، ولا على عام ولا عامين، كاين بعض الاماكن وحنا واسمو يفرغوا، يعني فوق بعض الاماكن احنا لازم اليوم لازم نعاودوا نولوا. ما كاش كيفاه تونس كاين، المغرب كاين، مصر كاين، موريتانيا كاين، الناس كلهم صحيح موجودين. صحيح كلهم جيراننا كلهم موجودين، وحنا اليوم حاجه انه اليوم هذا وليد صادي مشى للمؤتمرات تاع الفيفا، مشى للمؤتمرات تاع الكاف، كان عضو فعال مع محمد راهو كنا نشوفوا في الصور اليوم، هو اكد عنده علاقات ايضا ياسين معلومي، عنده علاقات. انا حاجه مؤكده انه حتى بعض اعضاء المكتب التنفيذي عيطوا له في الهاتف واسمه هنئوه لمدى المنصب تاع الاتحاد الجزائري لكره القدم، وعنده علاقاته. هو الحاجه المهمه انك لازم تدخل معاهم. انت اليوم كيفاش تدخل بطريقه او باخرى، ما يهمنيش انا الطريقه، ولكن اليوم انت لازم تولي هذه الجزائر، هذه الامكانيات كاع اللي عندنا. لو يكون يسمع لك وليد صادي الان تختلط عليها الامور ياسين معلومه، نقول لك لماذا. انا خليني اقول لك لماذا، لانه هناك ايضا ضروره ترتيب البيت في الداخل ياسين معلومي. وتنقيه البيت في الداخل، وبعدها ركزوا على امور خارجيه. ابراهيم اسمح لي نعم. انا كي تقول لي تنقيه البيت، الحاجه المهمه هاو اليوم دارها، وهي تعيين الامين عام للاتحاد الجزائري لكره القدم نادير بوزناد. تم تعيينه نادير بوزناد، هذا هاو كومان مين دوريا عنده تجربه تاع 6 سنين في الاتحاديه، عاش دو كوب دو موند، لي كوب دافريك، لي كوريسبوندونس. اليوم احنا مازلنا في الجزائر ما نجيبوش نبعثوا كوريسبوندونس واسمه لاكاف او ثاني واسمه فوات لوجيك، اي حاجه منطقيه. جاب علاش يقول لك اداره قويه اتحاديه قويه، لما تكون عندك اداره واسمه ضعيفه في كل شيء في الفريق ولا في النادي. اليوم انا نادي بوزنات هضرت معاه ما عنديش بزاف، قال لي في عهده محمد راوراوا كان راوراوا ما يجيش بال 15 يوم للجزائر، ولكن الخدمه ما تحبش تمشي عادي، اي كوريسبوندونس تجي الا هو لازم يبوند عليها بلا ما يولي البريزيدون يبوند عليها، والا لازم البريزيدون لاكور تاع البريزيدون لازم، والا لازم يجتمعوا عليها يحطها دو كوتي، والا لازم. انا نعطيك اليوم 27 اليوم هو التاريخ لارسال قائمه الحكام الدوليين للفيفا، اليوم امينوي دون زينور ادمي ولا اليوم ما نجموش حنا ما نبعثوهاش ومن بعد نقولوا لا سمحوا لنا والله ما كان على بالنا، ما تنجمش. هادو كاين حوايج مبرمجه وممنهجه. اليوم لما تكون عندك الاداره مليحه، زيد حاجه في كاع لي بوست، خاصه الدائمه لي بيرمانون اللي عندك،
ما تنجمش انت في مكان كيما هذا نحتاجو 6 خدامين، ما نجموش نخدمو 60 خدام، ما نجموش مثلا. انا قالوا لي انه وليد صادي في مارك سيدي موسى ابدع عدم رضاه، لما راحوا داروا الجوله الاولى كارثه في سيدي موسى، كارثه. نقول لك حاجه، هذه البيبان ماشي مسبوغين، وهذو البيبان طايحين، وهذو هذو هذو ما نذكروش، كارثه. سيدي موسى هذا كان بيجو جاليه بلاتير كي شافوا قالوا هذا ما يختلفش على كلير فونتين، ولينا هذا سيدي موسى ما كان والو. سيدي موسى زمان السيارات ما يدخلوش ليه، اليوم يدخلوا السيارات والموطوات والبابورات واقيل كاع. لا لا سيارات راهو راهو كان تركن خارج سيدي موسى سمعوا. وانا نزيد لك حاجه، محفوظ قربج الله يرحمه ويوسع عليه وقبيله كنا نهضروا عليه، زوج حوايج راح نقولهم لك عليه. محفوظ قرباج راه في دار الحق، حاجه اللي غرفته انه كيفاه هو موجود في الاتحاد الافريقي لكره القدم والاتحاد الجزائري لكره القدم يبعث بريه ويقول لهم هذا نحوه. هذه وحده. محفوظ الله يرحمه جاء دخل لسيدي موسى قالوا له ما تدخلش بالطوموبيل، كيف ما تدخلش بالطوموبيل؟ قالوا له كيف تدخل بالطوموبيل؟ سياره رئيس الاتحاديه ما تدخلش، واحد ما يدخل. قال لهم يا خويا كي سياره الاتحاديه ما تدخلش انا ما ندخلوش. معناها واحد ما يدخل، الدخان تاع الطوموبيلات يجيني الكازو. وزيد لك حاجه كيما عمراني ثاني واسمه ما نظنش واسمه يدخل، واسمه يتكيف بزاف، سحب 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 الدخان ما كاش. والله سيريو نو ما كاش، هذاك تروح قدام الكازو تروح الدخان وكاع ما كاش. اليوم احنا هو المشكل تاعنا وراه، اليوم حنايا عندنا هذا المحبه. لهذا قلنا وليد صادي يجب عليه ان يبدا في الداخل يا سي المعلومي، داخل الجزائر، داخل مبنى الاتحاديه، داخل مبنى سيدي موسى. سيدي موسى طبعا. وبعدها كي ننظموا الامور الداخليه وننظفوها بطريقه جيده نحول الانتباه الى الخارج، وهنا عبد القادر مباراه اخرى. انت كانت عندك الفرصه وين على الاقل اقمت في سيدي موسى ولا تدربت ولا؟ اكيد اه اكيد. واش كيفاه اسمه لو بيجو هذاك؟ انت كي تشوفه مثلا مقارنه بليسونت انت اللي شفتهم مثلا؟ لا دربت فيه كوب دافريك ولا حلبة كوب دافريك، وتندرب مولوديه بجايه. اي صح. قبل ما تنقلوا لتونس. ايه صح. دربنا فيه كان 2015 15 في 8 ans ديجا. وقتها حاجه كبيره سي نورمال. في ابهى حله. اكيد. مستوى عالي. درنا دي سيمينار مع غوركوف تما. ايه مع غوركوف. درنا دي سيمينار دي زونترونور في عهد راوراو. راوراو توجور. راوراو انا. حاجه كبيره جو بونس كو سوا في المطعم سوا في المبيت سوا في كلش. مي سيتي تري سيريو ستادير ما تشوف ربما العمال ما كانوش ما شفتش عمال بزاف. ما تشوفوش كيفاش عمل بزاف. الامور كانت مضبوطه. كل واحد في خدمتهم يا شيخ. مضبوطه. نعم. كان هذا مركز سيدي موسى سابقا وتحول الى مركز اخر، ونتمنى ان يعيد الامور الى الاتحاد الجزائري. تفضل. علاش هاك؟ هذا سي لا كيسيون كو جون بوز انا. علاش وصل لهذه الدرجه هذا؟ علاش يعني استهتار ولا مبالاه؟ هذا هو المشكل، باسكو كي تشوف سونتر 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 كيما هذا لوجيكمون ما يدخلوا غير لي زاتليت. نظن في الاونه الاخيره الدوله الجزائريه اخذت بزمام الامور، زياره وزير الشباب والرياضه، زياره رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم اونيرجونس هو اسمه، راح شافوا. اليوم 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 ما يجيش المدرب الوطني يقول لك انايا ما نعطينيش هنا لخاطر هذا السطاد هذا، باسكو لو كان ما كاش استهتار، كاين استهتار كيلكو بار. نظنش انا ما كاش كاين كاين حاجه كاين كيك شوز كي فابا مستحيل على كلير فونتان ما اسمه ما سمعناش عليه. كلير فونتان حاجه يجي ليها ليكيب دو فرانس. سي لونتروتيان سي لونتروتيان سي لو سويفي خويا. اه بيان سور بيان سور بيان سور. كل شيء مرتبط بالتسيير. شوف لاعبين نقول حاجه ابراهيم، لاعبين تاع الثمانينات تاع المنتخب الوطني. كنت انا كنت هضرت مع الحارس السابق للمنتخب الوطني بغلول، قال لي كنا نونترينيو في سيدي موسى، قال لي مع الالماس وهذوك منا. كان بيجو هذاك الوقت سما مش مليون مش مليون، ومن بعد كي جابتو اتحاديه عاودت سقماتو ولا مليح، اليوم ولا هكذاك هامل. نعم نتمنى ان تتحسن الاوضاع مع وليد صادي. مشاهدينا الاعزاء تحدثنا عن ملف كاس امم افريقيا 2025 و2027 كينيا اوغندا وتنزانيا، تحدثنا ايضا عن كل ما يدور في مقر الاتحاد الافريقي لكره القدم، عن توجهات ايضا باتريس موتسيبي وتحديات وليد صادي. نلتقي بعد هذا الفاصل. اهلا بكم متابعينا الاعزاء في هذا الجزء الثاني من الموعد الرياضي على قناتكم الشروق الاخباريه. نتحدث الان عن البطوله الجزائريه، البطوله المحليه بالتحديد، المدرب الجزائري. عندما نقول المدرب الجزائري نقول الكفاءه المحليه
واحد منهم معنا في الاستوديو عبد القادر عمراني، نرحب به من جديد. آخر تجربة لعبد القادر عمراني في المباريات الرسمية التي لعبها مع الأندية كانت مع أولمبي شلف، وكان بطلا للجزائر للمرة الخامسة، رقم قياسي مشاهدينا. لكن آخر تجربة كانت ربما خارج الميدان قليلا، في التحضيرات قليلا، يومين قبل انطلاق البطولة، في قرار نستطيع القول بأنه قرار عشوائي لا يستند لأي شيء من الناحية الفنية، كانت التجربة مع وفاق سطيف. عبد القادر عمراني، بعد كأس الجزائر التي حققتها مع فريق أولمبي شلف، اتصلت بك إدارة وفاق سطيف لتدريب هذا الفريق اللي كان في فترة انتقالية مع شركة سونالغاز، أرادت يعني العودة بهذا الفريق إلى القمة، لكن ليس بسرعة، شوية شوية، درجة كما نقول بالعامية. الأمور كانت مضبوطة وكانت مميزة في البداية، لكن فيما بعد ماذا حدث؟ خلينا نبدأ من البداية. كانت الأمور مميزة، تنقلتم إلى هذا التربص في تونس بالتحديد. ظن باللي قبل ما نتكلموا على التربص نتكلموا على الاتصال. بداية الاتصال كان يوم 3 أوت، أول اتصال كان 3 أوت، بالانترميدير المدير العام مجمع سونالغاز، وكانوا طلبوا مني يعني ندير ان بروجي على لونغ تيرم للإكيب، شيء الذي ربما وصلت قدمته للرئيس مجلس الألعاب وتفهمنا على طريقة عمل. طبعا نظن باللي الاتصال والحديث اللي كان معاه في الاول، جو بونس كو كانت لوبجيكتيف تاعنا سي دو باش نكونوا فريق المدى الطويل، ستادير صراحة يعني انا عجبني البرنامج، عجبني البروجي، افكار المدير العام، هذا الشيء اللي خلاني كنت متحمس. لو كانت عندي عروض ربما فريق اخرى، ولكن البروجي فريمون عجبني. طبعا ما هو الامر الذي اعجبك اكثر في البرنامج؟ البرنامج عجبني هو الحديث اللي صار بيني وبين المدير العام لمجمع سونالغاز، وحسيت باللي كانت عنده رغبه كبيره باش يعني يغير عده اشياء في الفريق، من ناحيه تنظيميه ومن ناحيه التسيير. عارفين باللي فتره صعيبه وفي عده مشاكل لازم نجاوزوها، وكان أكد يعني الشخصي أنه يعرفني مليح، يعرف طريقة العمل تاعي، يعرف الأفكار تاعي، وجيت كما يقولوا البروفيل اللي هما ربما يحوسوا عليه، وهذا شيء شرفني. طبعا هذا شيء شرفني وخلاني نقبل العرض صراحة بدون شروط، نقبل العرض وبدينا في العمل في التربص الأول اللي درناه في إشراء وكملناه، وشفت هذاك التقديم اللاعبين والحفل اللي درناه في آخر التربص، صراحة يعني مستوى عالمي. كنت تشعر بأنه الأمر يتعلق بمشروع رياضي؟ مشروع يعني أكيد، يعني شيء ما عشتوش في السابق مع فرق أخرى، مع فرق أخرى، وهذا الشيء اللي خلاني ربما مش يستدير الواحد سينفستي 100%، حس باللي حاجة كبيرة مستوى عالي. حتى لو من ناحية التفكيرية تكلمت معاهم سواء اللاعبين ولا حتى مع المدربين معنا، لازمنا نبدلوا العقليه تاعنا في التفكير تاعنا، ولا نتعاملوا بارليزيمين. قبل كنت انا نشتغل مع رؤساء، نعيط في التليفون الرئيس يخصني هذه، ولا السكرتير يخصني هذه، ولا اكثر ما ولينا نتعلموا نخدموا غير بارليزيمين، نديروا برنامج بار ايميل، نونتيسيبي وبروغرام تاع سمانه، بروغرام تاع شهر، لي زوبجيكتيف، تكلمنا على كلش. والوبجيكتيف اللي تكلمنا عليه سيتي دو فريف ونيتي اون فاز ترانزيتوار، تقريبا 17 او 18 لاعب جديد، هذا الشيء يطلب شويه وقت. يعني قلنا نكملوا مرحله الذهاب، نشوفوا الكلاسمون تاعنا بارابور لا فاز علي، ونشوفوا المستوى تاعنا بارابور لي زيكيب كي يجوا لي بريميرول، ونجموا نتكلموا في لا فاز روتور على اوبجيكتيف واحد اخر، لا نجموا ندعموا ليكيب لاعبين اكثر تجربه واكثر خبره، ما كان فيه حتى مشكل. وهذا الشيء اللي ربما طلب مني باش اللاعبين اللي انتدبوهم ما يفوتوش 27 عام، العدد ما يفوتش 22 لاعب اللي فيهم طبعا 3 حراس، هذا الشيء اللي مشيت عليه. يعني هذه هي الشروط لاستقدامك، لانه هناك من يقول ومن فاهم بانه عبد القادر عمراني كانت له الورقه البيضاء في الاستقدام. صحيح ورقه بيضاء، لكن كان فيها شروط. ولا ما عندي حتى ورقه بيضاء. مش من ورقه بيضاء في الاستقدامات؟ ما عندي حتى ورقه بيضاء الاستقدامات. اي لاعب جبته نتصل بالمدير
نتصل يعني بالمسير نعطيه السيفي تاع اللاعب يوافق عليه ويوافق عليه ويتصلوا به وما يتناقشوا معاه مع المراجر تاعهم على الصالير ولا ما عندي حتى علاقة. استدير باش جبت واحد من راسي بلا ما نعلمه ما كانش منها استدير كلش يفوت عليهم استدير هما دائما يطلبوا مني ما يقدروش غدوة يسمعوا بلاعب جا وهما ما عندهمش علم دون الموافقة صح ما عندهمش علم منطقي منطقي لازم يكون عندهم علم قبل ما نقدموا هذا اللعاب ولا قبل ما نفس الشيء بالنسبة للاعبين اللي غادروا الفريق في حوصلة درتها مع المدربين تاع الموسم الفارط اللي عندهم فكرة على اللاعبين على لو تو دو بارتيسيباسيون وتكلمت معاه هذا شوية هذا شوية وحبسنا القائمة. تدير ما قدرش أنا نحي لعاب اللي كان الموسم الفارط إذا كان فريمون عندي فكرة عليه 100% تدير في بعض الأحيان استجدت بالطاقم اللي كان باش ناخذ فكرة على اللاعبين اللي يعرف اللاعبين جيدا عفوا هذا هو الشيء اللي صرع. ولهذا يقول لك مدير العام الشركة ساندني بالصح ما عطانيش ورقة بيضاء. أنا أقول ما ساندني ما عطاني ورقة بيضاء نظن باللي قمت بالواجب كما يطلبوهما. قلنا احترافية ما في حتى مشكل خدمنا نظن باللي الشيء اللي غير اللي بقى في خاطري صراحة يعني مع احترامي لكافة الناس انه واحد خدم قلبه رب بس عشت ظروف صعيبة ضغط كبير سواء هنا ولا في تونس ما يخفيش عليك ما كانش مناجير في ليكيب يعني كنت انا نحوس على اللعاب ونكلفهم باش يتصلوا به كان علي ضغط باللي مناجير لا اله الله محمد رسول الله اقسم لك بالله العظيم يعني وصلت في بعض الاحيان صار لي مشكل مع دي مناجير على جال لعاب وانا خاطيني هاد الصوالح تشوف لعاب يعيط لك مناجير هذا اللعاب تاعي بعد شوية يعيط لك واحد اخر يقول لا تاعي نعيط للعاب قول له شوف شكون اللي مسؤول عليك وشكون المناجير تاعك اتصل به وروح انت وياه الى جاب واحد يعيط لي الاخر يقول لي كيف هذا تاعي وانت جبته صديق وعشيت في مشاكل كبار مع لي مناجير اوتوماتيكمون باش نقول لك الضغط اللي عشته يعني صراحه يعني 40 يوم وصلنا سواء انا سواء الطاقم تاعي هذا اللي غاضني ما نرقدوش في الليل صحيح كنت سهر في الليل الربع تاع الصباح اللاعبين الربع تاع الصباح نحل الواتساب باش نشوف اللاعبين الربع تاع الصباح 12 تاع الليل وانا مازال ما رقدت الربع تاع الصباح نحل الواتساب باسكو ما نقدرش نحلو في النهار اولا خدام ثانيا كي نحلو في النهار ما يحبش صح ما درت حتى حاجه من راسي اي لاعب نتصل بيهم هاو اللاعب هاو البروفيل تاعهم وزيد مام لما الصالاريال ما جبناش لاعبين تاع يعني شهريه عاليه لازم نقول لك في 22 لاعب تشوف لما الصالاريال تاعهم ربما تسوى صالير تاع جوار في نص ملايين عاديه عاديه ما درناش تجاوزات باسكو عارفين باللي الفريق وانا حتى كي نتكلم مع المانجر نقول لهم اسمحوا لي باسكو الكلوب راه خلص تقريبا 50 مليار دو دات اون بو باس بيرميتر دامني دي جوار زيد هذا هو الشيء اللي ربما يعني حز فيا يعني الاستخدامات كانت مرتبطه بسن اللاعب ما يتجاوز 27 سنه ومرتبطه ايضا بشروط في الراتب. انا عندي معلومات تقول بان الراتب 130 مليون ما يفوتش هكذاك 130 140 بونس كو يعني ما درناش ديفولي وهذه سياسه تاع الفريق مشيت انا مشيت نورمال تحملت مسؤوليتي مشيت نورمال ما في اي ما فيش حتى مشكل وفوتنا ستاج دون دي ميور كونديسيون يعني الناس تنوض انا واش غاضني حتى الناس اللي يخدموا معايا ينوضوا من 6 تاع الصباح حتى 10 تاع الليل ستاج تاع 40 جور ما كانوا كان جوار بليسي 40 يوم ما داوش داو يوم راحه في 40 يوم مشكورين اللاعبين ما نساش الفضل يولي لهم يعني في الانضباط تاعهم في السيره تاعهم مثلا وكان بروبليم وكان ديباسمون حتى واحد ما نهار خلق مشكل ولا وبورتون كانوا معايا لا سوليول دو كومونيكاسيون وكل يوم يصوروا ويديروا لي رابور للبي دي جي يعني الامور ماشيه على احسن ما يرام يعني قبل التربص وخلال تربص تونس الامور كانت على ما يرام على ما يرام يعني ماذا حدث بعد العوده من تونس؟ واحد ما ولينا من تونس انا ما صراحه نطلبوا من يعني المدير العام ما انفيتي بور لو ريونيون احنا دخلنا لو 5 لو 5 à 5 heures du matin ou à 6 heures du matin. Le 7, je devais être à Alger à 9 heures du matin pour la réunion. Chit.
والله ما ريحت يوم عاود حكمت السيارة 400 كيلومتر ومشيت للاجتماع عادي. صراحة في الاجتماع حسيت باللي أشياء تغيرت، حسيت باللي كاين حاجة أنا ما كانش عندي علم، الله أعلم يعني، حسيت يعني البي دي جي. وشو الأمر اللي خلاك تحس؟ لا التعامل تغير. لا التعامل تغير، سيتي بون رينيون افيك ليكزيكيتيف، كان دي تي اس، كان زرقان، كان المدير سي بوسمية، وكان البي دي جي، وكان الكاتب العام تاع الفريق، وأعضاء المجلس الإداري. داني لا ريمارك تاع لادجوان، لادجوان قال لي لادجوان تاعك دوموند اون شامبر وحده. والله ما عندي خبر، باسكو جو سي كو كنا في عند راهم، سي فري كو شاك كونترينور افي اون شامبر، باسكو البريباراتور فيزيك يبات يخدم في الميكرو حتى 12 تاع الليل، يعني كل يعني دون تو لي كلوب اون ترافاي، لو ستاف تكنيك دايما شاك كونترينور عنده اون شامبر. قال لي لا، قال لي احنا القانون تاعنا احنا نسيرو ما عندوش الدروا باش يطلب شامبر وحده. يعني المعلومات وصلت من تونس إلى من تونس حتى العاصمة. استغربت أنا، ولا نسيب ما عنديش علم صح. بعد كلمني على لفريد ميسيون، هما اللاعبين طلبوني على لفريد ميسيون، قلت لهم مصاريف المهمة مصاريف يعني طلبوني، قلت لهم ما كانش مشكل دوك نسقسي سقسي، قالوا لي ما كانش، قلت لهم ما كانش، وحبس التب وجبت لي عليهم. حسيت يعني ما حسيت بلي كاين اشياء مش عارف، ما فهمتش يعني. كانت علاقتي به ونحترمه لليوم، باسكو نحب ولا نكرهو، اساس كادر ديتا، فهمت شيء مهم. ما نقدرش ندخل معاه في نقاش، يعني نعرف قيمتي ونعرف قيمه المسؤول وليشيل دو فالور كيما نقولوا هنا. سكت ما كلمتوش. بعد قال لي بون اللي وراه ريغلمون انتيريور ومش عارف، سكت ما ديتهاش. كم الناس كنت شرب واحد، مشينا خدمنا الجمعة بعد لونترينمون، جيبوا لنا لي كونترا، اي بورتون لي كونترا قبل ما نروح لتونس، جيتي انفيتي سي البي دي جي افيك لا بريزونس دو ديريكتور، قال لي تو لي زونترينور فون سيني لور كونترا قبل ما تروحوا، اي فوزوري دي زورد ميسيون، والكونترا كنت دو زون، وقال لي تقعد معايا عامين على بالي تتقلق وتروح، بصح انا معايا تقعد عامين. قلت له ما نتقلقش، انا كاينه حاجه واحده برك تخليني نروح، الا مبادئي ولا لي برينسيب ولا حس بلي شخصيتي يعني تقاست الروح، بصح حاجه اخرى ما تخلينيش نروح. الضغط عايش حياتي كامله به، حياتي كامله به، مش اليوم اللي راح نهرب بالضغط ولا هذا هو يعني. هي قضيه عثيقه اكثر ولا اقل. شينا كي ولينا، قلت لك ما سينيناش، قلت يجيبوهم لنا لتونس لي كونترا، ما جابوناش. كي ولينا بعد لا ريونيون نتاع لو 7 لو 8 ابري لونترينمون، جابوا لي كونترا بيا بلي زونترينور، سينيناهم نورمال في مدينه سطيف، في سطيف في الاوتيل. نعم في العشيه سينيناهم 8 دي سوا بيا بالستاف تاعي. من بعد 11 ونص تاع الليل يعيط لي ولا عجيلات، يقول لي الشيخ تهود سيني ريغلومونتيريور. 11 ونص تاع الليل، 11 كنت راقد ولا كنت راقد اخويا راني هارب. ليش نص تاع الليل؟ قلت له صباح. ابا قلت له 7 تاع الصباح مازال مشربش قهوه كان قدام. شفته رجل مونتيريور ماشي مشكله، عارفين بلي انا كي نسيني كونترا بلا رجل مونتيريور راني واجب علي نطبق لي رجل مونتيريور. كاع الشركات انا ندير رجل مونتيريور على نفسي قبل ما نديرو على بها، ماشي مشكل رجل مونتيريور. الانضباط انا الاول مسؤول عليه، مسؤول عن نفسي قبل اللعاب. نعطي مثال للعاب، كاع لي بريزيدون دي كلوب اللي خدمت معاهم يشهدوا على هذا. بعد نلقى ان افنون دو كونترا، استغربت ان افنون دو كونترا، قلت له من سيني والو، راح عاود ولا لي الديريكتور مع 12 مع واحد مع مسؤول مومبر دو بيرو ديكزيكتيف. قلت له اسمح لي خويا، قلت له حياتي لخ كامله نخدم عمري ما شفت هاد الصوالح. قلت له رجل مونتيريال ماشي مشكل نسنيهولك، نغيب تنحي لي هذا شيء واضح. سلمو حاجه حاطينها، قلت له هذه ما نوافقكش عليها. كي تقول لي الى ربما تقابلت مع جوار نعاقبوك بشهر صالير، كيف نتقابل مع انا جوار يسمع كلامي ولا نتقابل انا وياه؟
شوية تحس ماشي نورما على أشياء هذه ما كانش منها. صحيح أنه في العقد أيضا اللي طلبوا منك توقعوا لو ينهزم الوفاق يخصموا مراتي بتاعك، هذه دوك نولي لك، هذه دوك نولي لك. نعم. وبعد قريت في الأفنو تقصد رمات كونسيكويتيف ريزيلياسيون كونترا سانز انديمينيتي راسي تروازيان فينال كود دالجيري. مستحيل مستحيل كود دالجيري نجاميتي أنا قلت له هذه الصوالح مستحيل خويا. قلت له نزيدك حاجة، السيد المدير كان معايا قلت له كاين دي كلوب يخسروا 3 ماتش في بلادهم يديو شامبيون. قلت له لا كوب عمره ما كانت اوبجيكتيف باسكو ما تعرفش انت راجل صغير تلعب في بلادك تلعب برا تلعب. قلت له علاش لي زيكيب صغار دي فوا يوصلوا لافينال ناسيونال دي يوصلوا لافينال باسكو لعبوا لي ماتش في بلادهم. بعد قال لي قلت له ما نسينيش عاد دوك نعاودوا ريكتيفيون. وليت حسيت انه من اعماله بالنيات، حسيت باسكو هي قضيقة تاع مشكلة تاع ثقة، مشكلة تاع ثقة. كي تروح الثقة خلاص حسيت باللي كاين أشياء يعني قاسوني في شخصية تاعي، هذا اللي غاضني. أنا تعاملت مع ربما رؤساء فرق اللي صعاب، بصح جامي قاسوني، جامي قاسوني في شخصية تاعي. احترموني على مساري ولو متواضع متواضع. نقولوا ما ندخل دائما ربي خلقنا متواضعين. طبعا. يا سيدي قال لي ريكتيفي فيه نقصوا فيه ونزيدوا فيه، وهي النية حسيت باللي النية ما بقات راحت النية النية ما بقات تقدر. بالنسبة لشي السؤال تاعك حتى الفريق المونتيريو اللاعب كي يخسر في الملعب تاعو ينحيوا له 12 مليون وكي يتعادل ينحيوا له 8 ملايين، كي يربح برا يدي 12 مليون كي يتعادل برا يدي 6 ملايين ويربح في بلادي يدي 6 ملايين. هدرت مع المدير قلت له شوف هذا هذا البارام قلت له يضركم ويضرني اكثر من بيضر الفريق. قلت له فين انت لاعب كي يخسر ماتش ديجا لا سانكسيون سبورتيف لا سانكسيون تاع ريزولتا لا بريسيون تاع لونترونور لا بريسيون تاع لادفيرسير لا بريسيون تاع البوبليك تاع المناصرين. كيفاش حبيتو يدخل يلعب في التيران يعني بثقة في الناس ديجا يدخل راح يخمم ولو كان خسرت ينحيوا 12 مليون با مارشي ونفرضوا صاريف تلعب مع جروند ايكيب ودير ماتش نيل تقول ربحت ايكيب والماتش نيل هذاك تربح به البروشان ماتش صحيح وينحي لك انت 8 مليون كيفاش انا بريباري البروشان ماتش دونك كيل كونديسيون جو في بريباري سو بلان مونتال. نساو باللي دون الفوتبول لو فوتبول سو جو دو لا بوكو بليس البروبليم اي لا سي المونتال. انا باش خدمت مع اللاعب هذا باش وصلوا لا فينال وداو لا كوب دالجيري وداو الشامبيون في قسنطينة سيتي بوكو بلوس ان ترافاي مونتال. انا في تونس درت 6 سيونس تيوريك بوكو بلوس الكوتي بسيكولوجيك تالمون كو جو كوني لامبورتونس الكوتي مونتال دون الفوتبول. هذه ما تمشيش نفس الشيء يطبق علي انا ينحيوا لي كي تخسر ليكيب كيما ينحيوا اللاعب. شفت الكونترينو يخسر في الماتش تنحيل نتعاقب انا كيما يتعاقب اللاعب. ظن باللي هذا شيء. شوف في بلادنا كاينه حاجه واحده احنا جزائريين احنا ما نحبوش الذل. اسمحوا لي ديت انا ما نحبوش الذل. انا نحترم الناس ونقدر الناس بصح ما تقيسنيش في كرامتي وما تقيسنيش في الشخصيه تاعي باسكو انا كي جبت لي زيتي البروفيل كي نحيتني بكو تليفون عيط لي في التليفون ما حبش يسيني يقول له يروح وما كانش قدر قول له يروح انا رايح قول له ما حبش يسيني يقول له يروح. اي كيف انا البارح هذه شر رئيس الجمهوريه كرمني وقال لي يعطيك الصحه على المردود تاع الفريق تاعك وعلى الفوز تاعكم. هذه شهر شهر من بعد مدير يحاوزني يحاوز الناس اللي يخدموا معاه علاه واش درنا انا ماذا بيا نعرف باسكو سي فاسيل دو بارلي. على بالي مشاكل الفيسبوك واحد ما تسيني ولا الجوار تاعو يسبك واحد ما تسيني ولا هذاك الماء الهضره باينه والخلاط باين. انا يا غدوه مانيش عارف انا الشيء اللي محيرني والله ماني عارف علاش داروا لي هذا الشيء علاه مانيش عارف سيرتو كونت اوني ريسبونسابل. انا وصلت بعيد تعرف واش قلت له؟ قلت له محمد باش نهنيكم انا مانيش طماع باش نهنيكم الكونترا في عامين نديروا عام
بزاف عام نديروه ستة شهور بور لا سامبل ريزون، انا جبت هذا اللاعب نتحمل مسؤوليتهم، انا ما نحملكمش مسؤوليتكم، انا نتحمل مسؤوليتكم، خليني نكمل لافازالي ودير معايا بينو، ما عجبتكش انا نروح، انا نروح نورمال نروح، انا خدمت في عده فرق، كي نشوف باللي تدعو الظروف والمحيط ما تخليش يعني ما نضرش الفريق، مانيش انا نضر الفريق، ما كان حتى مشكل، ما كان حتى مشكل، ولو لحد الساعه وفي سنوات وانا في الجامعة بريزيدون حاوزني جامي، علاش؟ على زيني، على على خدمتي، على انضباط تاعي لا اكثر ولا اقل، مهم يهم الفريق، مصلحه الفريق، ما عندي حتى مصلحه غير مصلحه الفريق. اماني خدمت مع الامام، مانيش عارف، خدمت مع الامام، خدمت مع قاسم بالامام، ايه خدمت مع جباري، صح، خدمت مع بن قرعة، ايه الله يذكره على خير، تحلزمه مع بن قرعة، مع الليق مساعدة، مع الليق خدمت مع زايم، ايه اتحاد البوليد 2008 نشفى، خدمت مع زايم، مع مدوار، مع عبد الكريم، مع مع خيرات، مع مستغانم، مع مستغانم، كاين اللي ننساه، كاين اللي ننساه، في جي اس كا مع ياريشان، خدمت مع المولودية، مع كيسمو البريزيدون اللي كان قبل ما يجي الحاج رجب، اللي من وراء نسيت اسمه يا ربي، خدمت معاه، خدمت مع لو ان تي بي، خدمت مع حمار، أول مرة خدمت مع من النادي، خدمت مع من النادي. وكان يكتب كتاب. خليني نطرح عليك سؤال عبد القادر عمراني، يعني جاوبني بكل صراحة كالصراحة التي تتحدث عنها الحانة، هل صحيح كنتم في تونس واقترحوا عليك سليمان راحوا كمساعد؟ والله لا، حتى صراحة باش نكونوا اوناتي في تربص تونس، لا لا وانت تمسكت بالمساعد، اقترحوا علي راحوا اول يوم، اقترحوا علي راحوا اول يوم 3 اوت في دي جي، اقترح علي راحوا كان في مكتب نتاع الرئيس، قلت له راحوا لعب عندي 79 99 2000 لعب عندي ولا 98 لعب عندي في لازم، يلعب عندي في لازم، لا باس يعني في المربي خالق ما عندي حتى مشكل معاه، قلت له بصح انا المشكل تاعي سكو عندي انصطاف، ما نقدرش نجي نحي لاجوان دركا ونحطه، كان في الاول درت حسابي على راحه وعلى وربما في حتى مشكل، باسكو لاجوان اللي جبته كان خي كان في كان في كندا ودخل اوتوماتيك، ما نقدرش ندخل السيد باش من بعد نحيه، ما نقدرش لا اكثر ولا اقل، هذا ما كان. خبر آخر وصلكم في تونس إذا صح بطبيعة الحال، هل صحيح أنه وصلتكم أخبار بتفاوض إدارة في وفاق سطيف مع طاقم فني آخر بلا ما نقولوش من طاقم الفني؟ والله وانتم كنتم في التحضيرات في تونس؟ أنا كانوا وصلوني باللي رام تفاهموا مع انترنور وأنا فني، كنت نروح شنو قاعد ندير؟ عبد القادر عمراني ماذا يعني بيان إدارة وفاق سطيف برحيل عبد القادر عمراني بعده بست ساعات فقط بيان اخر بتعيين طاقم الفني اخر؟ والله ماذا بيا، يعني انه كانت هناك مفاوضات، ماذا بيا هما يجاوبوا عليه، ماذا بيا هما يجاوبوا على السؤال هذا، انا هذا المشكل اللي ربما حاز فيها، ربما هما يجاوبوا على هذا السؤال هذا. انا ساعات ساعات بعد البيان ياك عيطت لك وقلت لك عليها، كتبت انا مدونه واسمه فيسبوك، قلت هل الشروط اللي قالوها على عمراني حتنطبق على الطاقم الاجنبي؟ لانك اليوم الى انا شوف ولا مره نسمع مثلا باللي انه مثلا المدرب ينقصوا له مثلا ولا ينحوا له كما يباحش ولا كذا ولا كذا، ما نجموش نعاقبوا مدرب، هل انت عمراني تعرف مدرب في العالم ما يحبش واسمه يربح؟ ما يحبش يربح، الا تعرف قول لي، وهل كاين مدرب عنده احسن لاعب وما يلعبوش؟ ما كاينش منها، ما نظنش يعني. شوف يعني ياسين خويا انا قلت يعني لا كونكليزيون، انا بالنسبه لي عمره ما كان مشكل تاع ريغلمون انتيريور باش ما غلطوش الناس. اي بيان سور. سي ان بروبليم دافنو دو كونترا. وانا بالنسبه لي هذه وسيله باش انا نروح. انا تمنيت حاجه واحده. ماشي هي ما عيطولي جونتيمون. باش ندخل نخدم عيطولي باش نروح. قدروني واحترموني واحترموا السن تاعي، التاريخ تاعي، اسم تاعي كمدرب. فهمت؟ كيما نحترمكم انا. مدير عام مستوى عالي يعني هذو نخبه تاع البلاد،
احترموني برك، ولو اني انسان متواضع احترموني. عيط لي البيرو كيما جيتني النهار الاول وكبرت بي، عيط لي يقول لي الشيخ ما نتفاهموش وسبب با مارشي دار واحد فارقوا كيما دخلنا صحاب مشي بالتليفون الو اقول له حتى بيزيح. الحلول منحتها لهم عبد القادر عمراني. هناك ما قال بانه انت كنت راح توقع عقد لسنتين في ظل الظروف اللي عطاوها لك والعقد الجديد، قلت لهم لا معليش نقصها ست اشهر سنين. وانا وراني واجد نروح صحيح نوريهولك ميساج بوكال عندي في التليفون نسمعهولك درك مازال هنا. انا سنيت وكملت سنيت العقد بيا بالصف تاعي. كي صرا هذا المشكل تعرفنو عيطت له قلت له باش نسهل عليكم، انا توسكو جو في مصلحه ليكيب، انا عيب عليا دي جور دو لا كومبيتيسيون نروح مشي مشكل يعني هذا ما دخلتليش راسي انا ما تقبلتهاش باسكو سا سي تانكو مورال. هذو قاسونا 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 في عقلنا. انا ستاف تكنيك إذا أروح أنت 40 يوم تخدم ولا 45 تخدم يجيك وأنت تشقى وتتعب بس تسنى لفروي دو طون ترافاي. وش هو الفروي تاعي؟ كي نشوف المردود تاع الفريق تحسن، كي نشوف اللاعبين فرحانين، وهذا الشيء اللي عشناه معاهم نجم تعيط لهم واحد واحد، من بعد يجي يقطعوا لك هذاك ليلون. هذا اللي غابت باسكو سا سي ان بروبليم مش قضية دراهم. قاسونا هنا غابتنا هنا ذاك نشوف ستاف تاعي يعني سون طاباتي. واحد كان يخدم في كيب مستوى عالي كانوا قاعد يخدموا في فرق اللي دات كوب دافريك وفرق كبيره في الجزائر، ماهوش مدربين اللي جاوا البارح يخدموا. انا كنت عامل معايا انا دوك تعاملوا معايا كاني بديت البارح الخدمه، هم كاين واحد جابوه يديروا له ليسي عيب. صحيح صحيح. حتى ما حدث ايضا للمساعد لطفي عمروش نقولها بكل صراحه، يعني راح تنقل الى سطيف ما خلاوه شي سينيا معلومي حتى يدخل الملعب 845 اذا ما راح للفندق ما خلاوهش يبات في الفندق. المشكل وليد دوك شوف انا يبعثوا باسكو تاع بعث لهم مراسله باش نريزيليو الكونترا على ميابل سادير نسيبو حل. انا سينيين جيب تقول ما سينيش من بعد تقول لي لا ما عندك حتى عقد معنا معليه ما عندك حتى عقد معنا. بار كونتر لاجوان تاعي يقولوا له روح يبعثوا له لويس يقولوا له روح كيف لاجوان تاعي عنده عقد وما عنديش عقد والله العظيم هناك خلل يعني استاف البريباراتور فيزيك ما عندوش عقد دونتور دي غاردي ما عندوش عقد. هذه مؤسسه وطنيه القانون احنا بلاد القانون فهموا مليح. هل العقد تاعك ندفع في راليك؟ والله حسب ما يقولوا ما دفعوش ما دفعوه ما عطوني كوبي ما خليتش نسخة عندك. ما عنديش باسكو أنا سينيت يلدوفي الديريكتور يسيني أونتر تون باش يسيني بعثوا لي لافلون. أنت ما سينيش لافلون؟ ما سينيش لافيون خلاوها عندهم. أبري 40 جور دو ترافاي معقول؟ أنا روح لتونس بلا كونترا. أي مات واحد الله يقدر وصرا لي حادثة أنا ولا أي مدرب معقول. ولا في دو ديبار لتونس البي دي جي يقول لي دوما فوزالي سيني فوك فوتر كونتراه انت وستاف تاعك وزوري فوزور ديميسيون. انا نفيق هذا ما يدل انه الثقه كانت كبيره في اداره صونار. هذا الشيء تعاملت بثقه عبد القادر. هو شوف صرت مش بثقه انا سبحان الله انا نقول لك فخر كبير ليا اني اشتغلت في هذا الفريق باسكو كنت عارف باللي هذه الشركه قدمت الكثير لهذا ليكيب. انت تشوف المستوى اللي قدم له فيه اللاعبين ومن ناحيه التسيير سي فري Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On était capable de faire beaucoup de choses ensemble. Et là, où est-ce qu'on a fait ça? C'est une question que je me suis dit. Pourquoi est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Aucune explication. Pourquoi? Quand on a fait un erreur, on a dit, « Le Cheikh, comment tu as fait tes limites ?» J'ai dit, « Carte blanche, je n'ai pas de carte blanche. » Et je lui ai dit, « Quelque chose que j'ai fait, je ne vous ai pas fait. » Je lui ai dit, « Quelque chose que j'ai fait, je ne l'ai pas fait. » مش يخوف احترام الواجب تهضروا بالاحترام. كنا محترفين في الخدمه تاعنا محترفين 200% لا في عدد يعني. والمشكل وين راه؟ شاك ستاج بيلون دو ا زد مدول لا في واش خدمنا واش ما خدمناش لي ريونيون كلش عندهم دو ا جوسكا زد. شيخ حتى حاجه انا نعطيك مثال. شوف كان جيت انا من الناس اللي مانيش عارف كيفاش تشوفوا
نحكي على اللاعبين اللي ربما سرحتهم في تونس. نحكي على اللاعب حميدي، بس كنت دعايات كثر وبعد انا ما عندي حتى مناجير اخوك، هذو لي مناجير نعرفهم كيف ما سلام صح الشيخ برك، بس مانيش نتعامل معاهم باش باش ندي معهم الدراهم ولا يديهم هذه، ما عنديش هذه انا حياتي كامله نخدم سقسي، واي بريزيدون يقول لك عمراني يعني في هذه الصفه مستحيل. انا حميدي جبته، قالوا حميدي جابوا المناجير تاعو، وانا ما جبته كيما اي لاعب كي طلع مريض، واني نتاسف باسكو لاعب مستحيل عنده امكانيات، بصح احنا كي جبته هذا حميدي جبته بري، كي جبته بري جبته باش يلعب، بنيت عليه ليكيب، بنيتها عليه، وكي طلع مريض يلزمو شهر وهو يدير في الرونفورسمون باش يدخل مع الجروب، يعني يوجد يولي كومبيتيتيف ابري 3 موا. بالنسبه لي انا تجربتي وشي اللي نعرفه سرحته، سرحته مسحت الفريق ما نعرفش نغش، كنت قادر نخليه بصح ما نخليهش. انا واحد اللي غدوه من بعد يقولوا لي يجي تحاسبني تقول لي كيف يا شيخ جيب جوار مبليسي ياك هكذا ولا ولا جوار نضر مين الله غالب. قلت له حميدي قلت له كان جبت لك وسينيت لك عامين وثلاثه ما عليش ما تلعبش لالي تلعب الروتور تلعب العام الجاي، مي جابو كان بري بور ان مو ان اون ما نقدرش انا نخليك. يعني باش نعطيك مثال الشيء اللي واحد يخدم بالضمير نخدم بالواجب لا اكثر ولا اقل. لحد الان ليس هناك اي اتصال بينك وبين اداره سونال غاز؟ عندي حتى اتصال معاهم انا، هذا واش غاضني، هذا واش غاضني تقدر لوجيكمون كيما قلت لك كيما واحد يدخل واحد يخرج هي قضية احترام برك. احنا قبل نقولوا بالدرجة كبرني وكلني، هذه الخبزة بيد ربي تراح اليوم نورمال، بصح ما نغلطوش الناس، ما نغلطوش الناس وما نظلموش الناس وما نحقروش الناس، هذا اللي غادي هذاك انك انسرت مامونت يعني سي با فاسيل. لم يسبق لنا وان راينا عبد القادر عمراني بهذا التأثر والله كثير اكيد اكيد، باسكو دربت كما قال ياسين 18 كلوب في الناسيونال اي من الشرق للغرب، كاين دي كلوب رحت وعاود وليت عاود رحت وعاود وليت تبدل نو مي هذه هي الدنيا. لونترونور انا متاكد باللي لونترونور الباقة نتاعه مرتبط بالنتائج صافي باكي ما تمشيش. انا نقول لك اروح الشيخ ما نضغطش عليك ما نديلكش دورو ما نديلكش دورو ما نديلكش، مي انا دركا كي جيت خدمتني 40 يوم الصح بنت بنيتو عليا انا، انا ريكريتيت وانا ديت السب وانا ديت المعايره وانا ديت المشاكل مع هذا المانجر مع اللي بقى مع اللي راح، من بعد جيت له احنا على هذا الشيء اللي غير. ما جابوش ابراهيم ما جابوش هذا المدرب اللي عنده عامين ما خدمش، مدرب موا دوت وقت لعبنا لا فينال تاع كوب دالجيري لو موا جوي لعبنا لا فينال تاع كوب دالجيري، يخرج من كاس الجمهوريه باداء كبير مع نادي شلف، يجي لشركه اللي دات نادي، ولكن لما نسمع بعض الجزئيات مثلا اللي في ميسيون بو لي جوا هذه ما تصراش في حتى ايكيب. انا كاع لي زيكيب اللي نعرفوهم او موا انا نشفى كنا نخرجوا مع دي زيكيب لي طرونجي او موا يعطوا لهم صورو بيتاتر مصارف المهمه عادي مصارف المهمه صورو عادي يا ولدي. انا شوف انا امريكا ميجر يا ريكلام ايه جوستومون نو بور لي جوار شيخ بور لي جوار شيخ هادي صافي باتيت الاخر كيما تقول مثلا انا جوان بور واسمو ان بروجي دو نيكيب على واسمو ان شامب تاع لوتيل. المشكل ليس المعلومي، المعلومات اللي وصلت من تونس الى العاصمه وعبد القادر عمراني كمدرب من الناحيه الفنيه معلومه معذره والتكتيكيه خليت الامور الفنيه والتكتيكيه وكل ما ارسل بين الجانبين في الايميل تهضروا على امور تقنيه. شوف حاجه واحده ما تنجمش تهضر على الامور التقنيه والعمل مع واحد واسمه عمراني اللي عنده اللي طوح اي واحد في كره القدم تقول له عمراني يقول لك مدرب على الاقل بالوجداد ولا شبه القبائل ولا تلمسان ولا مولدي تعون ولا على الاقل او معروف هو قال لك اليوم هو بوالا مش عارف يسون لي دوا ان ديزون طريق معلومه. التعامل مع المدرب الاجنبي والمدرب المحلي ماشي كيف كان هذه دائما نقولها لك. فرانك جيما شوف هل تعاملوا معاه كتعامل مع عبد القادر عمراني؟ شوف لي فرانك دوما لي فرانك الاخر احنا لي زالجيري مش نهضر على سطيف مي حنا بشكل عام عندنا ان كومبلكس اون فير لي زيترونجي عقده المدرب الاجنبي مثلا عمراني يروح يدرب اي فريق يجيبوا يقول لهم مثلا جيبوا لي بلون باش واسمو لونتريني يجيبوهم له على 15 يوم مدرب
الاجنبي يدوموندي مع 8 يجيبوهم له على 8 واسمو غير 4 ماشي كيف كيف. اليوم 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 عندنا ان كومبلكس اليوم اليوم خاصه رؤساء الانديه واليوم تصيب رئيس نادي ما عندوش درامي يروح يجيب مدرب اجنبي. حنا اليوم اللي قلت لك شكون وراه يجيب اونترينور ايترونجي يخلص بيان سور يخلص ما يخلصش ما تخلصش صحيح. سمعتك اسمعني الشيخ سمعتك لا دينيير فوا قلت بلي جامي رحت لا كوميسيون دو لا واسمع لي جامي انا غير كونسيغاليتيز مشيت درك خدمت شي تلمسان ما خلصش مشيت لواني لا بطيحة سلكتو ما خلصش جيت للشريف كراسيت سانكي بديت كوب دالجيري ما خلصش. يجي يونطون ليترونجي يمشي للفيفا يدي عامين وما يخدمش ومن بعد تولي انت ماشي مليح كي تقول تريكلامي تولي ماشي ما عندكش حق انت تحس باللي باسكو واحد يقادرك كي يخلصك لا كونسيديراسيون انا نخدم غدالي ما يخلصونيش ما عنديش قدر كيف نخدم كيف يعني كل خدمه لها مقابل صحيح كيف يعني ومن بعد كي تريكلامي تولي ماشي مليح البروبليم هي لا. ما هي مشكلة عبد القادر عمراني مع القانون الداخلي في الأندية الجزائرية؟ ليست المرة الأولى المشكل. ليست المرة الأولى التي تطالب فيها بتوقيع القانون الداخلي صارت مرة. والله ماني أنا والله جميع مدير في الجزائر لا مش كيف كيف ها مش كيف كيف هذا كي حبوا يحوزوني جابوا لي أفنى جابوا لي أفنى سندر شوف مع الأبو بورتان مولي ها تكاليفينا لا كار دو فينال ليغ دي شامبيون ليغ دو شامبيون المولودية ربحوا لو بريمي ماتش كوب دافريك ابري 40 عام ابري 40 عام في السنغال مع تنغيت كي كملنا وتكاليفينا حبست بلا افنون بلا والو حبست. السلام عليكم ورحمة الله. بعد مباراة تونس بعد مباراة طراج هيا في الالماس الله يذكره بخير الله يذكره الماس 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 صحيح خلاص هذا هو المشكل مشكل مش قانون داخلي مش عارف انا هما من جهه هنايا وين ما نخدم يقول لك عمراني مصير عمراني عسكري مانيش مصير مش عسكري انضباط فقط ماشي هذا انا اهم شيء بالنسبه لي في الخدمه تاعي اني انا نعرف الواجب تاعي واللاعب يعرف الواجب تاعو انا همي الوحيد ندافع على الحقوق تاع الفريق وبس. وفي العديد من المناسبات تقوم بأدوار الإدارة أكثر من ذلك أكثر من ذلك شيخ والنتائج ما يجوش كي تكون الفوضى بيان سور أنا شو أنا والله شو لاعبين مهما دربوا عندي فارق 405 مع العام العاقل والقبيح بصح ولا كاع كي يخدموا معايا يحشموا مني يحشموا مني باسكو عارفين باللي شي اللي نقولوا المصلحة نتاعهم نهار اللي تروح وهما يذكروك بالخير يقول لك عندك الصح. كاين لاعب زمان انا فيهم لاعبين درك دربتهم راهم فيهم مدربين راهم يدربوا الزاوي اخي الزاوي ولا عمر بالعطوي ولا بلال جيري صافي بليزير واحد الخطره كرمونا كرموني احسن مدرب ومعايا شريف الوزاني يلعب عندي ومعايا بلال جيري يعني شرف كبير لي انا كمدرب شرف كبير نشوف اللاعب نتاعي يكرموهم كاحسن مدربين يعني هذا الشيء اللي نفرح به يعني ابري تو يعني بعد المسيره هذه كامله كاع تجي واحد في التالي يردوك عيب. عبد القادر عمراني قبل حوالي ساعتين من قبل ما نبداو البرنامج كنت نتابع تصريح لعمراني في اليوم اللي قدمته فيه اللاعبين في وفاق سطيف التصريح قال فيه ياسين معلومي مباشرة بصريح العبارة وكانت يعني الملامح في وجهه بادية لم يسبق لي وأن شفت تقديم لاعبين احترافي بهذه الطريقه بهذا المستوى يعني الامال كانت كبيره معلقه على والله شوف انا شيء شوف يعني حتى حاجه ما كانت توحي باش نعيش هذا اللي عشته في التاليه ما كنتش تستنى والله ما كنت باسكو انا كنت نستنى بعد ما كملنا لي دو ستاج كي دخلت الجزائر ودرنا ريونيون مع الديريكتور كنت نستنى يقول لي شكرا وبارك الله فيكم ستاج فات دون دو بون كونديسيون ما كان لي بليسي ما كان لي ديباسمون يعني في مستوى ما شاء الله والشكر نعاود نقوله للاعبين هذا اللي كنت نستناه يعني الكلمه هذه هذه اللي كانت ربما وكي بدينا وشفنا طريقه النظام كنت من 3 اوت وانا في الاجتماعات والله نكمل الاجتماعات في صيف ها 8 9 تاع الليل كل يوم باش نوجدوا هذه ونديروا هذه ونديروا هذه يعني جي مسيو انفستي 100% بلا ما نحسب باسكو كانت عندي رغبه باش
نشاهم نساهم في هذا البروجي. أمنت بالمشروع ونساهم. صحيح. أنت كي تهضر مع بي دي جي تاع صونات راك صاحبي سي أنا نشوف فيك وزير خويا وزير، ما نقدرش غدوة يقول لي كلام. أنا ديجا فخر ليا كي استقبلني وحكى معايا وزاد فيا النص، سي امبورطون يعني تحس باللي عندك خضر عندك قيمة. التقيت في العديد من المناسبات، الاجتماع كان حوالي تقريبا نقول لك كل في الاسبوع اقل شيء مره في الاسبوع لو في بعض الاحيان مرة. يعني كان مهتم ايضا كان اكيد مهتم. ولكن واش نقول في التالي، نظن باللي ربما فيه ناس عندهم كما نقول عندهم النيه مش مليحه، وصلوا له كلام غلط في المحيط وصلوا له كلام غلط، ولا عندهم اهداف تاعهم فهمت، وصلوا له كلام غلط، ربما غلطوا في شخصي قالوا له كلام هذا الكلام ما راش فيا انا، ربما نقول انا باسكو ماشي معقول انه في التالي يتغير من هذه الناحيه بوكو بليس. انا نقول باللي فيه ناس عندهم مصلحه مش عمراني يروح، ولا عندهم مصلحه كلي ربما كما قلت لك ما جبتلوش الجوار تاعه ولا ما سنيتلوش الجوار تاعه ولا يعني شيء هذا تعرفوه اكثر مني انا لا اكثر ولا اقل. ياسين معلومي هذا ما يمر به المدرب الجزائري الكفاءة الجزائرية، دوري أبطال إفريقيا فاز بها وفاق سطيف مع مدرب جزائري خير الدين ماضوي، كأس الكاف اتحاد الجزائر مع مدرب جزائري، كأس السوبر الإفريقي مع مدرب جزائري. أعطيني وش دار المدرب الأجنبي اللي رانا نضخموه ياسين معلومي ونعطوا له حقوقه على حساب المدرب المحلي لهذه الدرجة. والله غير واحد بعث لي قبيلة واسمه في الواتساب يقول لي على توفيق الروابح مثلا، الروابح توفيق نعم. توفيق الروابح اطار خدم في السعوديه في رائد السعودي الاتفاق تاعه ونخدم هنا في عنده ديبلومات تاع الفيفا واسمه اليافا، تصيب هذا اطار ما يخدمش اذا تصيب، والعديد من المدربين الاخرين هذا مديناه كوم اكزامبل رانا نمدو واسمه ديزيزون اخرين، تجيب ديزونترينور هنا البطوله هذو ما يخدمش الا في البطوله تاعنا، كاين مدربين كانوا يجوا البطولة تاعنا يخدموا في البطولة تاعنا يروحوا ما نزيدوش كاع نسمعوا بهم حتى يعاودوا يولوا للبطولة اسمه البطولة تاعنا. اليوم حتى الاختيار انا دائما اسمه قلت لك ابراهيم، لو تجيب انا ليا في العشر سنوات الاخيرة ولا 15 سنة ربما اربعة خمس مدربين كبار اللي جاوا للبطولة تاعنا، ما عدا هذو الاخرين كاع ابراهيم شوف لو يتصلوا فيهم في تونس في المغرب في مصر في افريقيا ما يجوش البطولة تاعك. ياسين معلومي الامر الذي يحز في النفس حتى التعامل من الأنصار، ماشي كل الأنصار بطبيعة صح الحال طبعا. عبد القادر يعيش المباراة الماضية تعرض للشتم، عمر بلعطوي مع واد سوف في ظروف يعني صعبة وصعبة جدا دون انتدابات دون يعني تأهيل اللاعبين المنتدبين مع واد سوف تعرض للشتم، هذا موضوع أيضا. ياسين معلومي عندنا تقرير للزميل رضوان بوكرو بخصوص الشتائم في كرة القدم الجزائرية اتجاه المدربين اتجاه اللاعبين أيضا، نتابع ثم نعود. غالبا ما تعد الملاعب مواقع للترويح عن النفس وتخفيف ضغوط العمل والحياة، وهو ما يدفع الجماهير إلى ارتيادها نهاية كل أسبوع للعيش في أجواء أشبه بالمهرجان والذي يحضره الكثير من مختلف الطبقات والفئات، ولا تبدو الجزائر معزولة عما تحدثه اللعبة من صخب وضجيج في المدرجات، حيث أصبح العنف اللفظي ظاهرة مقيتة أطلت برأسها وباتت تصنع الحدث مطلع كل موسم كروي. يعني سي تريغرا الظاهره هذه لازم تتوقف لو بلي فيت بوسيبل. انا واحد انا زعما جوار راني لعبت شويه بالون يجبدوا لي يما انا نحبس نمشي في التيران خلاص ما بقاش من بعد بالون يجبدوا لي يما بالك يما هي الله يرحمها. كاين لي غانيون كاين لي بيردون كاين لي يربح كاين لي خاسر. سب وشتم وقذف اسلحه صارت تشهر في وجه كل منتسب لاسره كره القدم من انصار ومشجعين يدعون حبهم لفريقهم، ظاهرة أحرجت كل من يشاهد المباريات سواء في الملاعب أو حتى من شاشة التلفزيون، ملاعب تضم آلاف الأنصار لم يتحدوا واقعا لكنهم اتحدوا على هذا الفعل المجرم وهو الشتم العلني المباشر لأمهات كل لاعب أو حارس أو مدرب، واتخذوها لحنا شنيعا طيلة أوقات المباراة.
والسبان هذه تسمى مام جوار سيتو كيسبلو يماه ولا غير عمره يولي ما عادش يلعب. تلقى سيبورتر اللي مربي ومن هناك فاهم يقدر الوالدين ويتفرج معاك في الماتش يشوف وليد ويسمع في روحه ويتسب. احنا ماذا بينا تحبس شويه الظاهره. وبين واقع مرير جسدته تصرفات مشينة كان لزاما علينا مواجهة هذه الظاهرة عن طريق التوعية والتوجيه وأن يتعاون الجميع للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة على مجتمعنا وخاصة شبابنا. هذه الظاهرة التي تنخر أيضا جسد كرة القدم الجزائرية ولم تستثني لا المدربين ولا اللاعبين ولا أيضا المسيرين. عبد القادر عمراني مررت بشباب الوزداد كان في ظروف صعبة سابقا، يعني قدمت مشوار رائع صعدت بالفريق إلى غاية 6 نقاط عن متصدر البطولة، ذكرني لا كنت غلط من فضلك، وغادرت شباب الوزداد لهذا السبب بكل صراحة. تعامل الانصار والله شوف اقول لك حاجه، كنا مكلاسين الاولى 3 بوان ديكار على الزوج، لعبنا مع لبسيو وسعيود راتا بيناتي كملنا. انا الوالده تاعي توفات 94 ربي يرحمها 2019 نحكي لك 94 توفات. جامي سمعتها سبوها كيما هذاك، جامي ما غادتني يما كيما هذاك النهار. والله خرجت عند الباب فيستير محمد جمال مازال حي محمد جمال كان، قلت له خلاص، قلت له يما جات بين عينيا والله ما نقدر نزيد. مش مفهمك يعني الشيء اللي تقول فيه، بس كان الناس الله يهديهم باسكو فيهم الصغار، فيهم عنده 15 سنة كان اللي وهذا دور لجنه الانصار، ولكن فيه وعي الناس توعي الدراري الصغار ما يصلوش يسبوا سيرتو الامهات تاع سواء لاعب ولا مدرب ولا تزعف تقول ما يعرفش ما عرفش يدير شونجمون تحب تسب الوالدين شويه تغيظك. انا قلت لك انا هذاك النهار تقول لنا نارت من القبر وقالت لي ما تزيدش، تقول نارت من القبر. السب اللي ديته عند على يما هذاك النهار جامي في حياتي ما غاضتني يما كيما هذاك النهار، وعليها حب الصراحه. هذا هو سبب مغادرة عبد القادر عمراني لشباب بالوزداد، ومن هذا المنبر ندعو كل الأنصار اللي تعقل هي مجرد كرة قدم. كاين مدربين كنا نهضروا على الشيخ قبيلة عنده له الصالة تاعو وعنده له الصالة تاع السبان مع السبان واه يخلصها وما نقولوش شكون هو واحد نحبوه وكنا نحترموه كاع سي اسمه ابراهيم يخلص قال متفاهم معك 100 مليون 5 ولا 10 ملايين تاع السبان قالوا لي سبوني ها خلصني من قبل ما يبداو يسبوني ندي دراهمي دوكا هو على بالو بها شيخ الله العظيم. وزايدين الاعزاء لعبه اليوم ايضا مباراه في الرابطه المحترفه الاولى، اول خرجه لاتحاد الجزائر بطل افريقيا في البطوله الوطنيه، وانتهت بهزيمه اتحاد الجزائر شبال المدرب عبد الحق بن شيخه بهدف قاتل في الوقت البديل عن الضائع امام نادي باردو. المواجهه لعبت بملعب الدار البيضاء، نستمع التصريحات ما بعد هذه المواجهه. لعبوا خير منا، كانوا انتربرينور في الميدان، كانوا بيان اورغانيزي، لعبوا خير منا، كانوا خير منا. احنا ما لقينا، بديت نحوس واش من حاجه درناها مليحه باش نربحوا ما لقيتش، وهذا ما كان. قال لي بغاني، قلت لك انا اخي انا قلت لك بلا ما سمعت المونترينور واش قال، لعبوا خير منا مبروك عليهم، ايزيتي اون فورم علينا، كانوا حنا اللي مولفين، حنا اللي ليكيب ديالنا ما عرفناش روحنا، هذا ما كان. لازم نرجعوا للحال غدوه ان شاء الله نتلاقاو ونحكيو فصفاص واش كاين واش لازم يكون باش تغير ليكيب. اون با بيان بريباري لو ماتش، هذا ما كان مع اللي جينا، ما نبقاش نحكي على التعب ونحكي على ذاك باسكو الناس كاع على بالها وشنو. ما حضرناش مليح الماتش، دركا لازم نحضروا الماتش تاع اللي راهو جاي ان شاء الله باش نربحوا. صعب جدا ان تاخذ مباريات في كاس السوبر الافريقي ثم كاس الكاف في المغرب امام الفتح الرباطي ثم تعود الى الجزائر وتاخذ مباراه في الدوري الجزائري من ناحيه التحفيز ومن الناحيه البدنيه ليس كذلك أكيد. عبد القادر حسيت باللي كان فيه تعب، حسيت باللي كانوا ثقال اليوم
وهذا يرجع للفواياج ولي ديبلاسمون والايروبور ولاطونت والوقوف سي با فاسيل. والامر الايجابي نعم ليفيكتيف قد ما يكون بزياده باش يقدر ربما والامر الايجابي في هذه المواجهه عبد القادر عمران ياسين معلومي ما حدث بعد نهايه اللقاء للعلامه الكامله لأنصار اتحاد الجزائر. نتابع كيف تفاعلوا أو ردت فعلهم بعد الهزيمة في أول مباراة أمام نادي بارادو. نتابع. برافو لأنصار اتحاد الجزائر على هذه الوقفة عبد القادر عمراني. قليل وين نشوفوا هذه الصور بكل صراحة. باسكو شوف في الفوتبول دي جيست باري يخلي جوار غدوة يجي لونترينمون موتيفي باش يخدم باش يربح البروشان مات، خير ملي يجي للاستاد وخايف راهم يستناو فيه عند الباب باش يسبوه. هذا هي الفرق. نعم اتحاد الجزائر سيكون على موعد أيضا مع مباراة العودة أمام الفتح الرباطي بالجزائر، هدف لهدف في لقاء الذهاب وتعادل صفر لصفر سيكون في صالح اتحاد العاصمة. حتى عبد القادر أو بن شيخة ياسين معلومي في نفس الملعب في شهر فيفري الماضي كان تعرض لانتقادات لاذعة وواصل العمل ورتب الأمور ووصل الاتحاد الجزائري لما وصل اليه الان. ماشي انتقاد الاذاعه، كان على وشك المغادره، كان يعني غير يقول ما اتفقش معهم، خلاف بين واحد المشاكل هذه في اتحاد العاصمه، ولكن قعد وضرب وكيما يقول لك واسمه صمت. الثقه تاع المسؤولين. والثقه تاع المسؤولين، الثقه تاع المسؤولين يعني خلته. واليوم انك النادي هذا في شهرين ولا ثلاثه تحقق زوج القاب وعلامه كامله ابراهيم للانصار. انا نقول اليوم اللاعبين هما اللي يحشموا اليوم اللاعب يحشم، يقول لك انا شوف خاصه قائد الفريق مثلا اسمه بلعيد قائد الفريق هو ان برانسيب يلتي ليكيب اسمه فيرلو. اليوم صح عم لعبوا داو كذا، اليوم عندهم ماتش ديفيسيل ثاني تاع اسمه لاكوب دافريك. وايضا العلامه الكامله لاداره اتحاد الجزائر نقولها بكل صراحه طبعا. ابقت على بن شيخه، ابقت على الركائز في التشكيله وضمنت الاستقرار، وهو امر مهم ومهم جدا. صحيح. انك اليوم انت تكون بدون القاب لسنوات، يجي مدرب والطاقم تاعو وبعض اللاعبين يعني واللاعبين كامل داو واسمو هذه النتائج، سي ان اكسيدون دو باركور. نعم لو بريمي ماتش صعيب. نعم لدينا فيديو مشاهدينا الاعزاء، سنخصص في كل عدد في مواعيدنا الرياضيه في شروق لملاعب جواريه في كامل انحاء الوطن من اجل يعني فتح النقاش وايضا عيون المسؤولين في تلك المنطقه. لدينا فيديو للملعب البلدي ليسر بومرداس بلعب بكل صراحه كما نتابع في خبر كان نداء للمسؤولين في البلديه من أجل إعادة تهيئته لشباب المنطقة. ياسين معلومي يعني ملعب واسع وكبير كهذا الملعب يعني خلاوه هكذاك يعني شوف أمر مؤسف. شفتوا الملعب هذا نظن كان يدربهم والد زيد الدين فرحات. نعم فرحات كان يدرب هنا في ليزيسا، كانت عندهم ميغراند ايكيب. اليوم رسالة موجهة إلى المسؤولين، على الأقل الشباب تاع المنطقة هذه ما يقعد كما يقول لك ما يقعدوش يعانيوا. اون ايجونس مديرية شباب ورياضة أو ولاية بومرداس ولا على الأقل يعني مثلا يشوفوا الملعب هذا ويعاودوا يردوه كما كان. في شهر كما داروا في خنشلة، في شهر بدلوه. صحيح. وهذا نداء للمسؤولين في يسر وأيضا ولاية بومرداس وفي كل أنحاء الوطن من أجل تهيئة كل المرافق الرياضية. الجزائر بحاجة إلى كل مرافقها الرياضية الكبيرة كانت والصغيرة من أجل الشباب في المناطق في كل أنحاء الوطن. تفضل. قاعد الناس رادي الرياضة كبير صغير. صح وشيء مهم. صح يعني مهم. صحيح. وصلنا مشاهدينا الاعزاء لنهايه هذا البرنامج على قناه شروق. ياسين معلومي شكرا جزيلا لك ويعطيك العافيه. شكرا ابراهيم، تحياتي لزميلي جوني فارماسيان. نحيي وهبي المناسبه. عبد القادر عمراني المدرب القدير يعطيك العافيه، بارك الله فيك، حظ موفق. شكرا. ونتمنى حاجه، المسؤولين على كره القدم الجزائريه يتعاملوا مع المدرب المحلي باحترام اكبر. اهم شيء يعني بس كان ما خبيش عليك اكتوالمون
الشيء اللي يفرحني مالغري هذه المشاكل اللي عشتهم يعني تشوف اغلبيه المدربين يساندوك الشيخ رانا معاك ولا حتى احب او الرياضيين هذا شيء مهم يعني هذا 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 الدفع المعنوي اللي ربما اللي كبر فيها بزاف. عبد القادر العمراني فيسكو فقط بسرعه يا المعلومه ما يديروا ما يدير لي والو. هذا زميلي يرسل لي صوره تاع رزقي رمان يقول لي رزقي رمان دا كاس كاس العرب قال لي واليوم يعني نحاوم الاتحاديه ويروح يدرب باسم فريق الكفاءات لما يكونوا في المنتخب الوطني ويحققوا النتائج ينحوهم ويجيبوا ناس واحد اخرين ان شاء الله ما تكونش برك المحبات. تحيه ايضا رزقي رمان ياسين معلومه بارك الله فيك. عبد القادر عمران يعطيك العافيه شكرا, شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الاعزاء نحيي فقط نبيل مزهودي من يسر ونحيي ايضا محمد كباب والعائله وايضا الخاله ويزه ربي يجيب لك شفاء والام العزيزه يعطيكم العافيه شكرا جزيلا لكم السلام عليكم.